نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا المرة اللي فاتت ابتدينا الانتجريشن ما خلصناش النص على الأقل. كنا خدنا أول حاجة اللي هي ديفلوب بروجكت شارتر اللي هي موجودة في الانيشيتنج أو تقاطع الانيشيتنج مع الانتجريشن. تاني عملية معانا اللي هي ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان، تقاطع ايه؟ تقاطع الانتجريشن مع البلاننج. اول حاجه في البلاننج خالص، وزي ما قلنا ان هي ايه، ان انت بتبتدي تجمع بقى، تعرف، تجهز، تعمل كوردينيشن لكل الخطط كلها بقى، خطط حتى هنا هو كاتب لك الانبوتس اوتبوتس فروم اذر بروسيس، او المخارج بتاعت او الاوتبوتس يعني بتاعت كل العمليات التانيه، كل بقى الخطط تبتدي تجمعها في العمليه دي، خطط الستيك هولدر، الكوست، الريسك، الحاجات كلها، الكوميونيكيشن، كل الخطط تبتدي تحطها، تبتدي تعمل انتجريشن بقى بينهم عشان ايه، تطلع يعني بروجكت مانجمنت بلان متكامله، او يعني تكون بقى خطه مشروع متكامله. دي هي عمليه الديفلوب بروجكت مانجمنت بلان. الاهم فايده او الكي بنفيت ان انت ايه، بيبقى عندك يعني زي دوكيمنت مركزية أو حاجة كده فيها تعريف كل البيزنس اوف اول ورك، يعني بيبقى عندك الـ 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 يعني دوكيمنت أو مستند كده كبير فيه كل الأساس بتاع كل شغل المشروع بتاعك، بيبقى موجود في الدوكيمنت ده. البروجكت مانجمنت بلان تبتدي بقى بتعرف لك ازاي هيتم تنفيذ المشروع، ازاي هتراقبه، ازاي هتتحكم فيه، ازاي هتغلقه، وطبعا كل ده عن طريق بروجريسيف الابوريشن زي ما تعودنا من البدايه. كذلك لازم خطه المشروع تتسق مع خطه اداره البروجرام. لو فاكرين بيبقى عندك البروجرام مثلا عبارة عن مشروعين مع بعض ولا حاجة، وممكن تبقى مثلا معاه شغل اوبريشن ولا حاجة. بيقول لك حسب سبيل، يعني على سبيل المثال كده بيقول لك لو في مثلا خطة إدارة البروجرام بتقول لك إن كل التغييرات اللي هي يعني زايده مثلا عن كوست معين ولا حاجه لازم تراجع عن طريق السي سي بي وهكذا. المهم انت اي حاجه مكتوبه، يعني اي حاجه مكتوبه في خطه اداره البروجرام طبعا، وفي ناس بتدرس اداره البروجرام زيها زي اداره المشاريع بالظبط. فانت المهم ان انت في مشروعك لازم تبقى، يعني مشروعك اللي تحت البروجرام بتاعك لازم تبقى تلتزم باي حاجه موجوده في البروجرام مانجمنت بلان. لازم يعني اي حاجه موجوده في البروجرام مانجمنت بلان لازم تطبق في البروجكت مانجمنت بلان. ايه الانبوتس الموجوده معانا؟ طبعا الشارتر بتخش اكيد، واوتبوتس كل بقى المخارج بتاعت عمليات البلاننج بتبتدي تحطها هنا. طبعا بتخش معاك برضو اصول الشركه وبيئه الشركه. فالشارتر استخدمها الشارتر اللي هي خرجت معاك من الديفلوب بروجكت شارتر بتاعت العمليه اللي فاتت تبتدي تستخدمها كايه، ستارتنج بوينت للتخطيط الاولي بتاعك، لان دي بيبقى فيها طبعا زي هاي ليفل بلاننج كده اللي هي الشارتر. والمره اللي فاتت خدنا امثله مثال على الشارتر وتوسعنا فيها. الاوتبوتس فروم اذر بوينتس طبعا كل بقى الحاجات، السكوب ديزاين، السكادول ديزاين، يعني كل الديزاين بيخش معاك، واي خطط فرعيه، السكادول، السكوب، الريسك، الريكويرمنت، كواليتي، كل الحاجات دي، حتى البروسس امبروفمنت بلان، الكواليتي بلان، بروكيرمنت، كل الحاجات دي بتخش معاك. كذلك ايه، طبعا الانتربرايز او الاورجنايزيشن بيخش معاك الاسيتس الانفيرومنتال او العوامل بتاعت بيئه الشركه واصول الشركه، لو عندك اي اسس حكوميه او صناعيه،
خطط مثلا لأي صناعة، الـ PMI system الموجود في الشركة بتاعتك. لو رحنا هنا ثقافة الشركة، الـ infrastructure الموجود في الشركة، personal administration، الحاجات دي كلها طبعا بتخش معاك لأن بتأثر على الخطط بتاعتك. الأصول الشركة زي إيه؟ أي إرشادات مثلا، جايد لاينز، أي ورك انستراكشن مثلا، بروبوزال ايفالويشن كرايتيريا على أساس تعرف تتعامل مع عمليات البروكيورمنت، أي بروجكت مانجمنت بلان تمبلت، أي إجراءات مثلا تشينج كنترول، إجراءات مثلا بروجكت كلوزر ولا حاجة، مثلا بروجكت فايلز، مشاريع أو ملفات من مشاريع سابقة، أي معلومات تاريخية، اي مثلا configuration management knowledge، ازاي يعني تحافظ على الفيرجن الحالي بتاع المشروع، تضمن ان هو اللي كل الناس يبقى فيه فيرجن واحد يوزع على كل الناس، اخر فيرجن هو اللي متوزع. الريتا بقى عايزه تفهمك شويه، بتقول لك what management plan are، او ايه المانجمنت بلان دي عباره عن ايه. فلو لخصناها يعني ايه خطط الإدارة، فهي خطط يعني بتوضح لك انت في الخطط دي بتبتدي تمشي جوه المشروع قبل ما يعني قبل ما يحدث في الواقع. فبتشوف يعني الاستراتيجي بتاعت إدارة المشروع تبقى ازاي، هتدير العمليات ازاي في النولج اريا بتاعتك، ازاي هتدير العمليات في السكوب، الريسك، الكوست، الحاجات دي كلها. فالخطط دي اصلا عبارة عن يعني مجموعة من المستندات، فيها العمليات اللي انت هتتبعها، البروسيدور معينة، فيها شوية ممارسات، معايير، مقاييس، بتبقى عايز كل الناس تبتدي تتبعها، كل الناس تنفذها عشان تبقى النتائج بتاعتك او الريزلت بتاعتك تبقى جيدة، تبقى يعني متسقة كلها مع بعض. طيب هي دي المانجمنت بلان، ان انت ايه بتكتب انت يعني هتتعامل مع المشروع ازاي، هتدير المشروع ازاي، العمليات كلها هتديرها ازاي. طيب هاو وي كرييت المانجمنت بلان. فلما بتيجي بقى تعمل الخطط دي ممكن تسأل نفسك يعني هاو اي ويل ديفاين او بلان او مانج او اكسكيوت او كنترول، حاجات يعني تسال نفسك ازاي مثلا هحدد السكوب، ازاي هحدد الكوست، ازاي هخطط للكوست، ازاي هديره، ازاي هنفذه، ازاي هنتحكم في الريسك والكوست، الحاجات دي يعني تسال نفسك انت يعني ازاي هتعمل الحاجات دي، وتبتدي تكتب الاسلوب اللي انت هتعمل، يعني تسال نفسك وبعدين تجاوب على السؤال. فانت بتبتدي تفكر في المستقبل هتعمل ايه، تبتدي تكتب كل حاجة. لازم برضو تفكيرك يغطي كل جوانب المشروع، كل جوانب البروجكت مانجمنت بروسيس. لازم تفكر في الناس الموجودين في المشروع، ازاي هتديرهم، ازاي هقيم العمل بتاعهم، ازاي هخليهم انجيجد، مشاركين معايا، ازاي برضو هتعامل معاهم، ازاي هخليهم زي ما قلنا يعني انجيجد في المشروع. فهي دي انا بعمل الخطط عن طريق كده، ان انا بفكر مسبقا. يبقى التخطيط اللي هو ايه، يعني انت بتعمل تفكير مسبق ازاي هتعمل. هنا بيقول لك يعني مديك مثال بقى على خطة الكوست او كوست مانجمنت بلان، يعني مثال كده. فبتبتدي بقى في شوية أسئلة لازم يعني لازم تسألها لنفسك وتبتدي تجاوبها زي ما احنا قلنا. فإزاي هت يعني تحدد وتقدر كل التكاليف بتاعة المشروع، أو كل الكوست يعني بتاعة المشروع، أو إزاي هتضمن يعني إن كل التكاليف دي تم تحديدها، تم يعني عملت لها استيميتنج وهكذا. مين هيبقى موجود معانا في يعمل استيميتنج كوست معانا، او مين المسؤول عن حساب وتقدير الكوست، ايه الطرق اللي انت يعني هتستخدم لعمل الاستيميتنج دي، ايه السجلات او الهيستوريكال ريكورد، العمليات،
متطلبات الشركة اللي المفروض يعني أحققها أو أستخدمها معايا. فهي دي يعني مثال على خطة الكوست. بتبتدي بقى تكتب مثلا أنا هعمل التكاليف عن طريق كده، هعمل مش عارف تكاليف كل حاجة، هبتدي أجمع من مثلا الاكتيفيتيز، بعدين اطلع مش عارف للورك باكج، واطلع بقى في الدبليو اي اس. طب هستخدم مش عارف، هستخدم كومبينيشن بين الطرق كلها، هستخدم مش عارف 3 بوينت استيميتنج، هستخدم اللي هي مش عارف من تحت لفوق، مش عارف الحاجات دي كلها، مش عارف هجيب حد مثلا يعمل لي استيميتنج، الناس الراجل الاستيميتور مثلا هيبقى معانا، ده اللي هيبقى متداخل معانا في المشروع. هعمل مثلا زي ما قلنا هجيب هيستوريكال او هجيب تكاليف سابقة من المشاريع التانية عشان اقارن بيها مثلا العمليات وهكذا. التقنيات والادوات المستخدمة، ايه مستوى الدقة المطلوب او الليفل اوف اكيوراسي، مثلا لو طلع الاستمت مثلا اكتر من 15% يبقى مش هقبله. كذلك القيود الكوست او الفاندنج او الكوست كونسترين لازم اخدها في حسابي معايا، اللي هي الموجوده معايا في التشارتر وانا بعمل البادجت. ايه الداتا المتريكس القياسات والمعايير كلها اللي انا بحتاجها عشان اعمل تخطيط للكوست. فده يعني بيوريك ازاي هتعمل خطة من الخطط على اساس الكوست، طبعا واحد من النولج اريا اللي معانا. فالجزء التنفيذي بقى من الخطة ده كان كله جزء البلاننج. فالجزء التنفيذي من الخطة بتاعتك بيركز لك على ايه بقى؟ بيركز على العمليات اللي انت هتتبعها، البروسيدجرز او الاجراءات. ماشي اوكي. الجزء التنفيذي زي ما كنا بنقول في الخطة بيركز على العمليات والإجراءات اللي أنت هتعملها لإنجاز العمل. بعض المناطق زي مثلا الكوست والتايم وهكذا ملهاش عمليات في مرحلة الاكسكيوتنج، لو فاكرين الجدول. ففي الحالة دي يعني الورك بيرفورمانس داتا الخاص بمنطقة الكوست أو النولج اريا بتاعت الكوست لازم تبتدي تجمعه كجزء من الدايركت اند مانج بروجكت ورك وهكذا، ولازم تخطط لكده. فانت عندك هتلاقي في الدايركت اند مانج بروجكت ورك هي دي كلها اللي بتطلع لك كل الورك بيرفورمانس داتا زي ما هنشوف النهارده ان شاء الله. برضو الجزء التنفيذي في خطه الكوست بيبتدي يجيب لك يعني يجيب على شويه اسئله. يقول لك ايه الكوست داتا المطلوبه، بيانات الكوست المطلوبه ايه، مين المسؤول عن جمعها، لازم يكون ده يتكتب في الخطه. البيانات اللي انت عايزها عشان تعمل مونيتور اند كنترول دي هتجيبها منين. في برضو الكنترول بقى كومبوننت، طبعا انت عندك الخطه كلها بتبتدي يبقى فيها بقى جزء الكنترول اللي هي يعني ازاي هتحكم في الكوست، على اساس زي ما قلنا ان انا بشوف مثال على خطه الكوست. فلازم برضو اعرف فيها العمليات والاجراءات اللي انا هتبعها عشان اعمل الكنترول بتاعي، ازاي هقيم بيانات الكوست، تقييم الاختلافات. انا طبعا بعمل مونيتور اند كنترول، بحط الداتا اللي طلعها لي مثلا صرفت قد كده قدام الخطه بتاعتي. التغييرات برضو ازاي، لو في عندي تغيير ولا حاجة مين اللي هيوافق عليه، ازاي هصعد التغييرات دي. فعمل خطة الإدارة يا جماعة هو جزء يعني بيقول لك ان هو integral part of project manager jobs، يعني ده يمكن هو وظيفة المدير المشروع. عمل كل خطط الإدارة دي. هنا برضو بيقول لك ان مش كل، لو فاكرين بيبقى عندك في بعض يعني مثلا لما كنا بنعمل الكولكت ريكويرمنت كنا فاكرين كان طلع لنا الريكويرمنت مانجمنت بلان، الكواليتي كان طلع لنا البروسيس امبروفمنت بلان، التشينج مانجمنت بلان برضو ازاي هتعمل تشينج كونفيجريشن. فمش الخطط او المانجمنت بلان مش بس الموجودين في النولج اريا،
مش عايزين برضو ننسى الحاجات دي، change management, configuration, ازاي هتعمل configuration, requirement, ال process improvement. كذلك بيقول لك في الامتحان، افرض ان مدير المشروع عمل كل الخطط، لو في مشكلة مثلا حصلت ولا حاجة، يعني المفروض ان انت تبقى كاتب كل حاجة، فمدير المشروع هيراجع خطة إدارة المشروع ويكتشف ازاي يعالج المشكلة دي، او الخطة نفسها بتنص او مكتوب ايه ازاي انا هعالج المشكلة دي. فممكن زي برضو مكتوب هنا، ممكن مثلا البروجكت مانجمنت مثلا يرجع ليه الكوست مانجمنت بلان، يعني يشوف ازاي مثلا يجب قياس الكوست بتاعت المشروع، او ازاي اقيس التكاليف بتاعت المشروع حسب الخطه بتاعته. زي ما قلنا اللي دخل معانا، دخل معانا هنا زي ما قلنا كل الحاجات اللي موجوده في الشركه، الاوتبوتس من البلاننج كله، ودخل معانا التشارت. بستخدم ايه بقى كتولز وتكنيك؟ طبعا بستخدم الاكسبرت جادجمنت، اهم حاجه معايا. ابتدي بقى اشوف ازاي هفصل العمليات على احتياجات المشروع. طبعا بستعين بخبره او الخبراء يعني عشان يعملوا لي البروجكت مانجمنت بلان. التفاصيل الفنيه والاداريه هحطها ازاي في الخطه، تحديد الموارد، تحديد مستوى اداره الكونفيجريشن اللي هيطبق عندي في المشروع، ايه المستندات اللي هتكون ضروريه مثلا عندي في او ايه المستندات اللي هتبقى لازم يتعمل لها فورمال تشينج، يعني اي تغيير عليها لازم يتعمله فورمال، لازم يبقى فورمال. فالاستخدام بقى الخبرات بتقول لي زي ما قلنا ايه المستندات اللي لازم يتعمل لها تغيير رسمي، عمل اولويات مثلا العمل ولا حاجة، اولويات العمل في المشروع ولا حاجة، عشان اعرف اوجه الموارد بشكل صحيح على حسب الاولويات دي. بستعمل ايه؟ بستعمل فاسيليتيشن تكنيك برضو، تكنيكس عشان اعمل الخطه. بقعد اخلي اعمل مثلا برين ستورمنج، اعمل كونفليكت ريزوليوشن، بروبلم سولفنج ولا حاجه، اتقابل او اميت مع ميتنج المانجمنت ولا حاجه، كل الحاجات دي عشان عشان اعمل او اديفلوب البروجكت مانجمنت بلان، اجمع كل الخطط مع بعض، يبقى عندي خطه واحده اللي هي خطه اداره المشروع. طبعا بيطلع لي ايه الاوتبوت؟ بيطلع لي بقى البروجكت مانجمنت بلان بالكامل. دي بقى بتقول لي طبعا زي ما قلنا ازاي هنفذ المشروع، ازاي هراقبه، ازاي هتحكم فيه. بتجمع كل الخطط، يعني كل الخطط بتاعت النولج اريا، بتجمع البيز لاينز كلها، السكوب بيز لاينز، سكادول بيز لاين، الكوست بيز لاين، دول الثلاثه بيز لاين بتوعنا، وبتجمع بقيه الخطط كلها بتاعت كل النولج اريا بما فيها الاربعه اللي احنا قلنا عليهم، ريكويرمنت مانجمنت بلان والبروسيس والحاجات الاربعه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. كذلك فيها حاجات تانية، اللايف سايكل اللي انا هستعملها في المشروع، وايه العمليات اللي هي هتطبق على كل مرحله. طبعا زي ما قلنا بنعمل تفصيل بقى على حسب احتياجات المشروع. تفاصيل برضو او الديتيلز بتاعت التيلورنج بتاعت القرارات بتاعت البروجكت مانجمنت تيم، زي ايه مثلا؟ زي ما قلنا عمليات بقى اداره المشروع اللي انا هختارها، كل عمليه او مستوى تنفيذ بتاع كل عمليه، وصف للتولز والتكنيكس. يعني ايه؟ يعني ببتدي البروجكت مانجمنت بلان بيبقى فيها الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. يعني احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في تولز وتكنيك، بنتكلم في انبوتس اوتبوتس، لازم البروجكت مانجمنت بلان يبقى مكتوب فيها الحاجات اللي انا هستعملها. وصف برضو ان ازاي العمليات هتستخدم عشان تمانج المشروع بتاعي، ايه الانتر اكشن برضو بين العمليات دي، ازاي يعني ازاي هاو ورك ويل بي، ازاي هنفذ العمل عشان احقق او احقق الاهداف بتاعه المشروع، التشينج مانجمنت بلان، خطه اداره التغيير،
configuration management، ازاي هعمل configuration، ازاي زي ما قلنا هحافظ على يعني هعمل اداره لتغيير في المستندات في تسليمات المشروع، ازاي هحافظ على فيرجن واحده مع كل الناس، ازاي هعمل يعني زي انتجريتي او هحافظ على الانتجريتي بتاعت كل البيز لاين الموجوده معانا في المشروع واستخدمها كذلك عشان اراقب المشروع تبقى الاساس بتاعي، ال requirement وال techniques بتاعت ال communication، ال key management reviews او اللي هي ايه لو عندي مراجعات ولا حاجه وقتها امتى، لو في عندي اي قضايا او اي قرارات ولا حاجه ازاي ابتدي اتعامل معاها. في بعض الدوكيمنتس عشان ما نخلطش بين الدوكيمنتس وبين خطط اداره المشروع. طيب هل مثلا ال WBS جزء من ال project management plan؟ لو فتحنا الشات كده عشان نسأل السؤال ده، هل ال WBS جزء من ال project management plan؟ طيب احنا لسه قايلين هنا ايه يا جماعة؟ احنا لسه هنا قايلين ايه؟ لا استنوا بس، احنا لسه قايلين ايه؟ ان ال scope is line صح؟ لسه قايلين ايه؟ السكوبز لاين جزء من البروجكت مانجمنت بلان. حلو؟ طيب السكوبز لاين ده مكوناته ايه؟ يلا الناس اللي مذاكره، عندك ال دبليو بي اس والبروجكت سكوب ستيتمنت والدبليو بي اس ديكشنري. يبقى معنى كده الدبليو بي اس جزء من البروجكت مانجمنت بلان ولا لا؟ ماشي؟ تمام كده؟ ماشي. ف وطبعا يبقى لازم نعرف ان كل البيز لاينز جزء من خطط اداره المشروع. واحد بيقول انا صح بصوت حسن شحات. فايه كل البيز لاينز زي ما قلنا جزء من خطط اداره المشروع. طيب ايه المستندات اللي او ايه البروجكت دوكيمنتس التي ليست جزء من الخطط؟ هنا هو كاتب لك اهي هنا هو كاتب لك كل الحاجات اللي موجوده في البروجكت مانجمنت بلان. عندك اهو التشينج مانجمنت كوميونيكيشن كوست بيزلاين مش عارف ايه، كل الحاجات دي اللي هنا اللي موجوده هنا لو صغرنا كده شويه اهي دول اهو. كل الحاجات دي اللي هم دول لو غيرنا اهم دول اللي هم الموجودين هنا، كل دول البروجكت مانجمنت بلان. اي حاجه بقى مش تبع دول ماشي، اي حاجه مش تبع دول يعني مش تبع الخطط ومش تبع البيز لاينز حلو، اي حاجه بقى تانية عندك ايه؟ عندك بروجكت دوكيمنتس، اكتيفيتي اتريبيوتس، اكتيفيتي كوست استيميت، فايه خلي بالك من الحاجات دي، بروجكت ستاف اساينمنت، بروجكت ستيتمنت اوف ورك، الاكتيفيتي ديوريشن. طبعا ما تنساش مش عايزين نلخبط بين البروجكت ستيتمنت اوف ورك والبروجكت سكوب ستيتمنت. حد يعرف الفرق؟ عشان كان في واحد غالبا سأل في الجروب ايه الفرق بين البروجكت ستيتمنت اوف ورك والبروجكت سكوب ستيتمنت، او عشان اسهلها البروجكت ستيتمنت اوف ورك مين اللي بيعملها؟ البروجكت ستيتمنت اوف ورك مين اللي بيعملها؟ السبونسر. كويس الحمد لله سبونسر الله ينور عليك. البروجكت سكوب ستيتمنت مين اللي بيعملها؟ البروجكت سكوب ستيتمنت تمام البروجكت مانجر. ليه؟ لانه بيبتدي يحط السكوب ماشي وبيحدد بعد ما حدد المتطلبات. حلو تمام. بعد ما ابتدى يحدد المتطلبات ابتدى بقى ايه يكتب الحاجات الموجوده في المشروع والحاجات الموجوده اللي مش موجوده اللي مش عارف الفروض والقيود الحاجات دي كلها. فيبقى البروجكت ستيتمنت اوف ورك مش تبع البروجكت مانجمنت. وكده الحمد لله يعني الناس برضو ما شاء الله فاهمه ومتابعه كويس. طبعا كل الحاجات دي بقى الريسك ريجستر برضو الحاجات دي كلها، السكادول داتا، العروض بتاعه المقاولين، الستيك هولدر ريجستر، ورك بيرفورمانس داتا، ورك بيرفورمانس انفورميشن، الريبورتس، الشارتر برضو تبع المستندات مش تبع الخطه،
بروجكت سكادول. المهم الحاجات دي كلها، النتورك دياجرام برضو مش تبع الخطه، خلي بالك البروجكت سكادول والنتورك دياجرام مش تبع الخطه، فخلي بالك او حاول تفرق بين البروجكت دوكيمنت والبروجكت مانجمنت. فبيقول لك ايه، وات دو بيز لاين مين فور بروجكت مانجر اند تيم. يمكن دي قلناها او يعني على مدار المشروع الكورس بالكامل، لازم يعرف البروجكت مانجر بوضوح بالكامل بواقعيه، مش عارف ايه، يعرف السكوب السكادول الكوست بادجت عشان ايه، يعني المهم لازم يحدد البيز لاين او عشان يستخلص البيز لاين كويس. طيب البيز لاين انا بستخدمها في ايه؟ بقيس ابتدي احطها بقى قدام بعتبرها الاساس بتاعي، او البيز لاينز ببتدي اعتبرها الاساس بتاعي، ابتدي اقيس اداء المشروع عليها، اقيس البروجكت بيرفورمانس، اقيس البيرفورمانس بتاعت البروجكت مانجر، اقيس الاداء بتاع البي ام تي كله، ابتدي اشوف الاختلافات عنها او اي اختلافات عن البيز لاين، ابتدي يعني ابتدي اقارن بقى بين الحقيقي وبين البيز لاين. اما اكتشف اي اختلاف مثلا، فلازم برضه اشوف ايه التعديلات المطلوبه عشان ارجع المشروع للمسار بتاعه، وازاي هتعامل مع المشكله دي. ممكن اكون مثلا هعمل تشينج ريكويست، ممكن اعمل كوركتيف اكشن، بريفنتيف اكشن، ديفكت ريبير. برضو كنا خدنا فكره عن الحاجات دي، خدناها في المحاضره اللي فاتت. عاده بيقول لك ان البيز لاين يعني ما بيتغيرش، ولكن في بعض الاحيان يعني التعديلات بتاعتي يعني ما بتحلش المشكله، ما بتحلش الاختلاف، فبنلجا لطلب تغيير رسمي او فورمال تشينج على البيز لاين. فزي ما كان واحد كاتب، جزء كبير من الكنترول ان احنا نتاكد من تحقيق البيز لاين وهكذا. كذلك التغييرات على البيز لاين، يعني بيقول لك بقى بيكلمك شويه عن البيز لاين تشينجنج، ايه الفرق بين تشينج ريكويست وريكويست تشينج؟ مش فاهم بصراحة. ده فرق في الإنجليزي بس، فرق في اللغة يعني. هنا بيكلمك عن البيز لاين، ازاي البيز لاين طبعا بيقول لك ان هي مش سهل يحصل عليها تشينجينج، لازم تبقى فورمالي، لازم يحصل طلب رسمي عشان التغيير، سواء في مرحلة التنفيذ أو في مرحلة المونيتور أند كنترول. في عملية منهم في التنفيذ والأخرى في الكنترول، اللي هي change request request change. صح، ما اعرفش. انت كده كده وانت بتنفذ، انت كده كده وانت بتنفذ بتعمل executing، تطلع لك مثلا تسليمات، ماشي، او خلال مرحله الاكسكيوتنج يعني ممكن يعني حاجه تطلع مش مطابقه فتبتدي تعملها change request. في المونيتور اند كنترول برضو بيطلع لك change request، لان انت بتبتدي تراقب وتقارن مع، فدي بيطلع منها تشينج ريكويست ودي بيطلع منها تشينج ريكويست، زي مكتوب هنا بالظبط. او بيقول لك ايه، changes to baseline can be formally requested during executing and monitor and control. بس فما فيش فرق بين تشينج ريكويست وريكويست تشينج. انت ممكن بتطلب تغيير وبالتالي بيبقى تشينج ريكويست بس. فتبتدي بقى اي طلبات زي ما احنا متعودين لازم تقيمها عن طريق عملية ايه؟ لازم تقيمها وتوافق عليها او ترفضها عن طريق عملية الـ Perform Integrity Change Control، هناخدها النهاردة. فلازم يتم توثيق الـ Baseline وهكذا، عشان يعني كل حاجة تبقى متسجلة عندك في المشروع، وعشان يعني توضح why and when the changes will be. هنا بيقول لك في الامتحان مهم جدا تبقى عارف ان غالبا يعني اكتر الاسباب الاختلاف عن البيز لاين بيبقى غالبا عدم تحديد المخاطر او عدم كفاءة خطة ادارة المخاطر، على اساس ان يعني ايه، يعني اي اختلاف، ان انت المفروض عندك من الحاجات المهمة جدا تعمل عملية الريسك مانجمنت
الايدنتيفاي ريسك، فانت الاختلاف بيحصل لان انت ما عندكش خطه لاداره الريسك. المفروض اي مشكله تحصل تبقى انت معرفها، زي ما خدنا في الريسك تبقى متعرفه، محطوط لها ريسك ريسبونس الحاجات دي كلها. فلما بيحصل عندك مشكله ما بتبقاش انت محددها كريسك ولا حاجه، ما فيش طريقه للتعامل معاها، ما فيش يعني طريقه لاداره المشكله اللي حصلت، ما فيش طريقه لاداره الريسك. عشان كده بيختلف عندك، يختلف البيز لاين. فاي مشكله زي ما مكتوب هنا تبقى عارف ان يعني اي اختلاف عن البيز لاين تعرف ان في مشكله في عدم تحديد المخاطر، في ايدنتيفيكيشن ريسك، وعدم كفاءه الريسك مانجمنت بلان. في برضه سؤال مهم جدا جدا، لما المشروع يختلف عن البيز لاين، فلو في سيتويشن ولا حاجه، فيقول لك مثلا ان انت المشروع مختلف عن البيز لاين، فهتعمل ايه؟ هتكلم السبونسر، هتكلم التوب مانجمنت، هتراجع عمليات اداره المخاطر، مثلا هتوقف المشروع لغايه ما تشوف ايه المشكله. فاهم حاجه تعمل ايه لو لقيت اختلاف عن البيز لاين؟ هتراجع عمليه اداره المخاطر، لان غالبا اي اختلاف عن البيز لاين بيبقى بسبب زي ما قلنا عدم تحديد في مخاطر، انت ما حددتش المخاطر كلها، او عدم كفاءه الريسك مانجمنت بلان. يمكن الريكويرمنت مانجمنت بلان كنا اتكلمنا عنها في السكوب، يعني مش هنضيع فيها وقت، موجوده في الريتا. مفيش يعني ازاي هتتعامل مع الريكويرمنت، جزء طبعا من السكوب مانجمنت بلان، ازاي هتراقبها تتعامل معاها، الحاجات دي كلها. برضه التشنج كنترول سيستم ده مهم جدا، جزء من البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم او البي ام اي اس، عشان تبتدي يعني بيبقى عندك خطه يعني التشنج كنترول سيستم، بيبقى عندك نظام، او الشركات تبتدي تحط لنفسها النظام ده او التشنج كنترول سيستم ده. بيبقى فيه فورم اساسيه، بيبقى فيه روبوتات، كل ده عشان تبتدي تتعامل مع اي تغييرات بالنظام. بيبقى فيه عمليات محدده، اجراءات محدده، يبقى عندك سوفت وير مثلا عشان تراقب وتتحكم في التغييرات. وده جزء من الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور، فده جزء من الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور تبع ايه؟ تبع البي ام اي اس، هو ده التشنج كنترول سيستم. طيب التشنج كنترول سيستم ده بعمله ازاي؟ عن طريق طبعا التشنج مانجمنت بلان، اللي هي لازم عندي خطه عشان ابتدي اتحكم في اي تغيرات في المشروع، اي تغيرات على البيز لاين، على اي خطط وهكذا. فبيقول لك يعني لازم اي تغيير تبقى انت مفكر ازاي هتتعامل معاه فيه من قبل كده، عشان تقلل النيجاتيف افكت او التاثير السلبي بتاع التغيير. فالدور الرئيسي مش بس ان انت تسهل عمليه عمل التغييرات او تسهيل عمل التغيير، اهم دور في التشنج او التشنج مانجمنت بلان يبقى ازاي يبقى فعال. لازم يعني اي تغييرات غير ضروريه لازم اقف قدامها، مش لازم اوافق على اي حاجه. مدير يعني للاسف بعض الشركات بتحب يعني يبقى مدير المشروع اللي قدامها ضعيف، لانها يوافق على اي حاجه، اي حاجه تطلبه، يعني اي حاجه الراجل صاحب المشروع يطلب من مدير المشروع بتاع المقاول حاجه يبتدي يوافق عليها. فانت لازم دورك ان انت اي تغييرات غير ضروريه لازم تقف قدامها، لازم تحمي المشروع، لازم تحمي الشركه بتاعتك. لازم برضه زي ما مكتوب هنا تقلل الحاجه للتغيير. التغييرات طبعا مكلفه، بتبقى كوستلي، بتاخد وقت. ولو ابتديت يعني تكتب طريقه للتعامل مع التغييرات من بدايه يعني هيكون احسن. طيب التشنج مانجمنت بلان دي بتوصف ازاي التغييرات هتديرها، ازاي هتتحكم فيها، زي ايه؟ ده عندك تشنج كنترول بروسيجر، اجراءات للتحكم في التغيير، مستوى او الابروفال ليفل او المستويات الاعتماد المطلوبه للسماح بالتغيير. تبتدي تعمل تشنج كنترول بورد عشان يوافق على التغيير، تبتدي تحدد الادوار والمسؤوليات، كل ده تبع التشنج مانجمنت بلان.
كرييشن برضو ازاي التغييرات تبتدي تديرها وتتحكم فيها، مين يحضر الميتنج او الاجتماعات بتاعت التشينجز، ايه الادوات بتاعت الشركه المستخدمه، المعلومات بتاعت نتائج التشينج ريكويست، الامرجنسي تشينج بروسيس برضو او عمليه الامرجنسي تشينج ازاي هتبتدي. في برضو الكونفيجريشن مانجمنت بلان، دي برضو تبع ايه، برضو تبع لل يعني الكونفيجريشن مانجمنت بلان تبع الايه، ان انت بتعمل بيها الكونفيجريشن مانجمنت سيستم. الكونفيجريشن مانجمنت سيستم تبع ايه، تبع البي ام اي اس. البي ام اي اس ده تبع ايه، تبع بيئه الشركه او الانفيرومنتال. طيب ايه الكونفيجريشن مانجمنت بلان ده؟ فدي خطه بتبتدي تعملها عشان تبقى عارف ان كل الناس معاها يعني او عارفه ايه الاصدار الصحيح، ايه النسخه اللي هي تعتبر النسخه الاخيره، ازاي هتدير اي تغيير على المستندات على التسليمات، ايه الادوات برضو اللي انت بتستخدمها عشان تعمل كده. ده طبعا ده جزء زي ما قلنا part of the configuration management system. فان configuration management system زيه زي change control system تبع البي ام اس، يحتوي ايه، في بقى عندك ستاندرد في الشركه لاداره الكونفدريشن، في برضو عمليات واجراءات عشان تراقب وتتحكم في اي حاجه خاصه بالمستندات بتاعه المشروع. برضو كان في مشكله يمكن بتقابل ناس كتير، تبتدي مثلا تقابل المقاول ولا حاجه فيقول لك مثلا الرسومات اللي معايا مثلا بتعبر عن شيء، السكوب اوف ورك بيعبر عن شيء، مش عارف الورق التاني بيعبر عن، فده يعني معنى كده ان في عندك مشكله في الكونفيجريشن مانجمنت. الكونفيجريشن مانجمنت هي اللي بتحل الحكايه دي، زي ما قلنا ان انت بتتاكد عن طريقها ان كل الناس على نفس الصفحه on the same page، نفس الاصدار، نفس النسخه، النسخه اللي معاهم هي النسخه الاخيره. لو حصل ابديت ما ينفعش بعض الناس يوصل لها الابديت والناس وبعض الناس لا. هي دي الكونفيجريشن مانجمنت بلان والكونفيجريشن مانجمنت سيستم. وطبعا السيستم هو اللي انت بتعمله عشان تبتدي تنفذ الخطه بتاعتك، زي التشينج كنترول سيستم هو السيستم اللي انت تبقى عندك الاجراءات بتاعتك، الانظمه بتاعتك اللي انت او النظام بتاعك اللي انت بتعمله عشان تتحكم في خطه التغيير. طيب البروسيس برضو امبروفمنت بلان برضو خدناها في الكواليتي، مش عايزين نضيع فيها وقت. المهم هنا بيقول لك ايه، تبتدي تحط بقى كله مع بعضه، تبتدي تحط بقى خطط اداره المشروع كلها مع بعض، تحط كل البيز لاين مع بعض. يعني لما بتبتدي بقى تحط كل البروجكت مانجمنت بلانز كلها، تبتدي يعني تبتدي بقى يعني تبعتها للسبونسر، تبعتها للكي ستيك هولدرز عشان يبتدوا يراجعوها يوافقوا عليها يعتمدوها. وبكده بعد انت بقى ما اتبعت كل الحاجات دي، بقى عندك خطط واقعيه، بعتها للناس اعتمدوها، مشيت اجراءاتها كلها بقت رسميه، فلازم يبقى عندك الخطط كلها رسميه معتمده، تبتدي واقعيه لانها طبعا بتلمس المشروع، طريقه تنفيذ المشروع، طريقه المونيتور والكنترول بتاعت المشروع. هنا برضو الـ بيوريك الانيشيتنج والبلاننج لغايه ما وصلنا هنا. طبعا الكاستمر بيقول لك انا عايز اعمل ايه، بتروح مثلا يعمل لك الستيتمنت اوف ورك، يدخل الحاجات كلها، البروجكت مانجر يبتدي ياخدها، يقعد مع الستيك هولدرز، يمكن كنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، السبونسر برضو بيساعده وهكذا، بيبتدي يساين او يعمل التشارتر وهكذا. البروجكت مانجر طبعا بعد السبونسر معينه يبتدي بقى ايه بمساعده الفريق بتاعه يبتدي يعمل البروجكت مانجمنت بلانز كلها، وبعدين يبعتها تاني للسبونسر والناس كلها عشان ياخد عليها الابروفال. بعد كده يمكن في بقى الكيك اوف ميتنج هناخدها طبعا. الاكشنز ايه الاكشن عشان تعمل البروجكت مانجمنت؟
فلو مشينا عليها بتبتدي تحدد المنهجية اللي هتعملها عشان تكريت الخطط. الريبورتنج فورماتس والكوميونيكيشن بلان ايه اللي انت هتستعملها، يعني عمليات التحكم، عمليات الريبورتنج، التغييرات برضو او يعني كم دمج للتغييرات، هتعمل ايه او ازاي هتعملها. لازم يبقى الابروتش بتاعك طبعا يعني متسق مع الاجراءات بتاعت البي ام او مع البروجرام مانجمنت بلان لو المشروع طبعا جزء من البرنامج. تبتدي تحلل الاحتياجات بتاعت الستيك هولدر، توقعاتهم، الكود بتاعتهم، تجمع منهم او تلتقط منهم متطلبات المشروع. تبتدي تقعد مع كل اصحاب المصالح وتعرف مهارتهم وهكذا، تحدد مين اللي هيساعدك في المشروع، تقابلهم وتحدد الادوار والمسؤوليات، تقابل الريسورس مانجر عشان تحصل على الموارد، تبتدي بقى يعني مع اعضاء الفريق عشان الاستيميت بتاعت المشروع. لازم طبعا الفريق يوافق على الجدول الزمني النهائي، اعتماد برضو الجدول الزمني من الريسورس مانجر لان هو مسؤول عن الريسورسز فلازم يعتمد الاسكادول. تبتدي بقى تعمل ايتريشنز وهكذا، ابتديت مثلا لقيت مشكله تبتدي تحدث ال WDS، خلصت الريسك زي ما قلنا بتعمل ايتريشن، ترجع بقى تزود مثلا كوست عشان تتعامل مع الريسك المعين، تحدث ال WDS لو في مثلا WDS كومبوننت هيشال هيتضاف عليه، السكوب هيتغير. تبتدي تعمل البروجكت دوكيمنت، تحط الريسك ريزيرف بتاعك سواء السكادول او البادجت، تشوف برضو اي امباكت على المشروع بتاعك، تبتدي تعمل ميتنج مع المقابلات او برزنتيشن مع جاستيفيكيشن عشان تعرف مثلا السبونسر ان في زي ما قلنا في مثلا requirement او constraint موجود في التشارتر مش هتقدر تحققه. ممكن تعمل برضو schedule compression وتقدمها للسبونسر. زي ما قلنا ان انت بعد ما بتاخد التشارتر تبتدي تشوف يعني هل الكونسترينز الموجوده دي هل هيتم تحقيقها. تبتدي تشوف برضو قبل ما تقدم، يعني قبل ما تقدم له الحكايه دي تشوف، تبتدي تعمل زي ايه سكادوال كومبريشن اولي كده، هعمل مثلا كراش، هعمل فاست تراك، هغير في السكوب، يعني تبتدي تقدم له بدائل قبل ما تطلب منه التغيير، لازم تقدم له بدائل. الجزء ده برضو كنا اتكلمنا فيه قبل كده كذا مره، اللي هو ان انت ما تاخدش التشارتر مسلم بيها كده وتبتدي تشتغل. بعد ما خلصت كل الخطط زي ما قلنا يبتدي بقى ايه لازم بقى ايه يبقى في فورمال ابروفال من المانجمنت، من السبونسر، من البروجكت تيم، من الكي ستيك هولدرز. طيب ازاي هتبقى الموافقه اسهل؟ زي ما قلنا يا جماعه لو انت اصلا اشركتهم من البدايه، خدت رايهم في كل حاجه، تاخد منهم انبوتس من البدايه، ابتديت لو في اي مثلا اولويات او في كونفليكت بينهم ابتديت تحل الحاجات دي، ابتديت ترجع لهم، فمعنى كده ان انت لما تديهم الخطط معنى كده الموافقه هتبقى سهله جدا. بعد كده زي ما قلنا برضو بتبتدي تعمل ايه الكيك اوف ميتنج بقى، هي دي ايه اللي هي قبل بدايه التنفيذ على طول، وبعد كذلك اكتمال عمليه الديفلوب بروجكت مانجمنت بلان، هي دي الكيك اوف ميتنج مع الاطراف الهامه كلهم، مع الكاستمرز، السيلرز، البروجكت تيم، سينيور مانجمنت، الاف ام، السبونسر، كل الناس دي. طيب الغرض منها ايه؟ الغرض منها ان انت بتعلن الستارت بتاع المشروع، تعلن عن بدايه المشروع، تتاكد ان كل واحد عارف المشروع، عارف تفاصيل المشروع، يعني الناس كلها واعيه، عارفه ايه اللي بيحصل. زي ما قلنا to make sure everyone is on the same page. كذلك ممكن تراجع مثلا فيها المايلستونز، تراجع البروجكت ريسك، تراجع الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، تراجع جدول الاحنا.
كل ده ايه تبع بعد ما خلصت بقى بعد ما عملت الشارتر وعملت الخطط بتاعتك كلها، تبتدي تروح ايه، تبتدي تروح الموقع بقى، تبتدي تروح الاكسكيوتنج، تبتدي تنفذ بقى عملية ايه، عملية الدايركت اند مانج بروجكت ورك. فهي ايه، تبتدي لو فتحنا الشات برضو الناس اخبارها ايه، كله تمام ماشي. تروح بقى البروسيس جروب بتاعت الاكسكيوتنج اللي هي دايركت اند مانج بروجكت ورك. فهي ايه، بتبتدي تنفذ حسب الخطه او العمل الموجود في البروجكت مانجمنت بلان، تنفذ التغييرات المعتمده او الابروفد تشينجز عشان تحقق الاهداف. اهم فايده ان هي بتمد المشروع بالاوفرول مانجمنت اوف بروجكت ورك، بتمد المشروع اللي هي ايه زي الاداره الكليه لاعمال المشروع. في دايركت اند مانج ورك فيها شويه اكتيفيتيز، بتعمل الانشطه اللي هي تخليك تخلص او يعني تعمل الاهداف بتاعه المشروع، تكريت البروجكت ديليفربلز عشان تميت البلاند او العمل المخطط، تبتدي تمانج التيم بتاعك، تدي له تريننج، كذلك الريسورسز، تدير الريسورسز الموارد الماتيريال التولز ايكويبمنت الحاجات دي كلها، تبتدي تنفذ الطرق والستاندرد كلها، تبتدي تدير برضه الكوميونيكيشن شانلز كلها سواء داخليه او خارجيه، بتعمل الورك بيرفورمانس داتا زي ايه، زي مثلا البروجريس بتاع الكوست الجدول التكنيكال الكواليتي الحاجات دي كلها، وتبتدي برضه عشان تسهل الفوركاستنج او تسهل التوقع تشوف هيحصل ايه، بتعمل التشينج ريكويست وبتمبلمنت الابروفد تشينج ريكويست، بتدير الريسك، بتدير السيلرز والسبلايرز، بتمانج الستيك هولدرز، بتجمع كذلك الدروس المستفاده، كل ده تبع الدايركت اند مانج بروجكت، يعني هو كله تابع للاكسكيوتنج. طيب ايه دور البي ام ام البروجكت مانجر او الدور الرئيسي هنا؟ فمع هو مع الفريق طبعا او مع البروجكت مانجمنت تيم، تبتدي يقوم بتوجيه البرفورمانس بتاعت او توجيه الانشطه بتاعت المشروع، يدير التكنيكال مثلا الجزء التكنيكال، يدير الجوانب التنظيميه في المشروع، مثلا اي مثلا ان بلاند او انشطه يعني غير مخطط لها، يبتدي ياخد الاجراء اللازم ازاي هيتصرف، برضو يعمل ايه، بيقول لك برضو ان التسليمات يتم انتاجها من الاوتبوتس بتاعت العمليات كلها اللي هي يعني بعد ما بتبتدي تنفذ البروجكت ورك، بيطلع لك التسليمات كلها، كذلك يتم جمع خلال الاكسكيوتنج يتم جمع الورك بيرفورمانس داتا، ويتم كمان عمل لها بقى يعني تبعتها للناس، يتم عمل لها كوميونيكيشن مثلا صرفنا قد كده، الريسك اللي حصل قد كده، الحاجات دي كلها خلصنا قبل كده، او حاله التسليمات مثلا التسليمات خلصت وهكذا. ده بالنسبه للورك بيرفورمانس ده. كذلك لازم تدرس الامباكت بتاع البروجكت تشينج، وكذلك التنفيذ اي ابروفد تشينجز زي ايه، يعني اي تغييرات بقى معتمده تبتدي تنفذها زي ايه، مثلا اي كوركتيف اكشن. الكوركتيف اكشن طبعا اللي هي اي حاجه حصلت فتبتدي تعمل اعاده يعني تبتدي اعاده او يعني ترجع او تعمل موازنه للاداء مع الخطه، يعني ترجع الاداء يمشي مع الخطه بتاعتك، اللي هي حاجه حصلت وانت بتحاول ترجع الاداء مع الخطه. انما البريفنتيف فهي انت بتضبط او محاوله لضبط الاداء المستقبلي مع الخطه، ان حاجه انت بتتوقع تحصل فبتاخد لها بريفنتيف اكشن. انما الديفكت ريبير دي حاجه خلاص حصلت، عيب حصل، عيب مثلا بتشيك مثلا الكواليتي، مثلا حاجه نون كونفورمينج ولا حاجه، تبتدي ايه تعدل المنتج، تعدل الجزء ده عشان ترجعه تاني يبقى متسق حسب
الـ requirement بتاعت الـ product حسب الـ requirement بتاعت الـ quality. طيب الـ inputs بقى ايه بتاعت العملية ايه؟ طبعا انا بعمل ايه؟ انا يعني بنفذ حسب الخطة، فلازم الخطة تكون تخش معايا، الـ project management plan بما فيها من كل المكونات لازم تخش معايا. طبعا زي ما قلنا برضو انا بعمل ايه اهو، بص بيقول لك ايه implementation of approved changes، يبقى ايه لازم يخش معايا الـ approved change request اللي هي حاجات، او طبعا الـ approved change request لازم اكون وافقت عليها في عمليه ايه perform integrated change control هناخدها اللي هي العمليه الجايه، اسف ان هي العمليه في المونيتور اند كنترول. فالمهم ان approved change request بتبقى مع او output من عمليه الـ perform integrated change control، تم اعتمادها طبعا من السي سي بي، يعني تغييرات خلاص وافقنا عليها، اللجنه وافقت عليها وهكذا، فباخدها ابتدي انفذها تبع الدايركت مانج وورك. بحتاج ايه برضو؟ طبعا اصول الشركه وبيئه الشركه، زي ايه؟ اي ثقافه، مثلا ثقافه الشركه، ثقافه العميل، الانفراستراكشر، البنيه التحتيه الموجوده عندي، البيرسونال ادمنستريشن، اداره الافراد، ستيك هولدر ريسك توليرانس او معدل المخاطر يعني عند اصحاب المصالح، البي ام اي اس او البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. ده ايه؟ بيبقى فيه مثلا اي اوتوميتد تولز، مثلا سكادولينج سوفت وير، بريمافيرا، حاجه بتعمل لي كونفيجريشن سيستم، حاجه بتعمل لي تشينج كنترول سيستم، اي نظام لتوزيع مثلا وجمع المعلومات ولا حاجه، كل الحاجات دي اللي هي تبع ايه بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. فبيبقى نظام عندي للموجود، نظام المعلومات الموجود عندي في الشركه، برضه هناخده يعني هندرسه بالتفصيل النهارده ان شاء الله. اصول الشركه زي ايه؟ اي اجراءات، مثلا قواعد عمل، متطلبات التواصل، اجراءات حل القضايا، ازاي هتحكم في العيوب، قاعده بيانات مثلا، اي مشاريع سابقه، معلومات تاريخيه، كل الحاجات دي تبع الاصول بتاعت الشركه. طيب التولز والتكنيكس برضو الاكسبرت جادجمنت داخله معايا عشان اعمل الدايركت اند مانج بروجكت. داخل ايه بقى؟ داخل البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. فده ايه؟ زي ما قلنا جزء من الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور. بيوفر لك ايه؟ بيوفر لك تولز، هو عباره عن نظام بيوفر لك تولز اللي هي الموجوده في الشركه، سكادولينج تول، ورك اوثورايزيشن سيستم، نظام كده مثلا كل شركه بيبقى فيها ورك اوثورايزيشن سيستم، عشان برضه هناخده النهارده، وقت مثلا بدايه العمل، ازاي هبتدي العمل وهكذا، كونفجريشن مانجمنت سيستم، الحاجات دي كلها، نظام تجميع المعلومات، كل الحاجات دي. كذلك الكي بيرفورمانس انديكيتورز، ازاي هجمع اللي هي الكي بي اي، معلومات الاداء بتاعتي بتاعت المشروع كلها، الورك بيرفورمانس داتا، الورك بيرفورمانس انفورميشن، ازاي هجمعها، ازاي هعملها ريبورتنج للناس كلها. برضه ميتنج، لازم اعمل ميتنج بقى مع الناس كلها، تبادل مثلا معلومات، ممكن اعمل برين ستورمنج، اخد قرار معين ولا حاجه عشان اعمل الميتنج ده مع الناس، المدير المشروع، مع البروجكت تيم، مع اي حد من ستيك هولدر ولا. طيب دي عندي التولز والتكنيك اللي هي بعمل دايركت اند مانج بروجكت كواليتي، يبقى عندي الاكسبرت جادجمنت، البي ام اي اس، البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، والميتنج او المقابلات. ايه اللي بيطلع من دايركت اند مانج بروجكت كواليتي؟ طبعا انا بنفذ حسب الخطه، بنفذ العمل فبيطلع لي تسليمات. نعم. هناخد الاوتبوت وبعدين ناخد بريك. طبعا بيطلع لي تسليمات بقى، فهي الديليفرابل دي عباره عن ايه؟ اللي هي حاجه اني يونيك مثلا، او يعني منتج او حاجه او جزء من المنتج بتاعي، النتيجه، كابابيلتي تو بيرفورم ا سيرفيس، كل دي تعتبر او قدره على اداء خدمه، دي تعتبر حاجة ملموسة، التسليم ده حاجة ملموسة بتبتدي تعمله عشان تخلص المتطلبات بتاعت المشروع بتاعتك. التسليمات برضو ممكن تشمل عناصر من البروجكت مانجمنت بلان، ال W بقى اسم مثلا يعتبر تسليم،
مثلا مثلا ممكن الكوست ولا حاجه، الكوست اسم بتاعي ممكن يعتبر تسليم. المهم ان انت تعرف ان التسليمات برضو ممكن يعني تشمل اي اجزاء من البروجكت مانجمنت. الخطه نفسها تعتبر تسليم. كالعاده زي ما قلنا انت بتنفذ، فبيطلع لك حاجتين، الاساسيات بتاعتك اللي بتطلع لك من التنفيذ، بتنفذ فبيطلع لك تسليمات، وبيطلع لك نتائج، بيطلع لك قياسات، بيطلع لك ملاحظات، بيطلع لك ورك بيرفورمانس داتا، بيطلع لك ستيتس، بيطلع لك كوست انت صرفتها، بيطلع لك نمبر اوف تشينج ريكويست، نمبر اوف ديفكت، بيطلع لك اكتوال كوست، اكتوال ديوريشن. فهي حاجات اوليه، هي دي الورك بيرفورمانس داتا. بتوديها فين؟ بوديها طبعا لعمليات التحكم، للمونيتور اند كنترول، عشان اعملها ايه؟ عشان اقارنها بالخطه، عشان اقارنها بالبيز لاين، كل الحاجات دي. وطبعا زي ما قلنا بيطلع لي تشينج ريكويست، لان لما بلاقي مشكله بيطلع لي تشينج ريكويست، بيقول لك التشينج ريكويست از ا فورمال بروبوزال تو موديفاي اني دوكيمنت. فهو فورمال بروبوزال عشان تعدل اي دوكيمنت، اي تسليم، اي بيز لاين، هو ده التشينج ريكويست. لو اتوافق عليه بيبقى ابروفد تشينج ريكويست. فخلي بالك من الحكايه دي، التشينج ريكويست لسه فورمال بروبوزال، ماشي؟ لما يتوافق عليه يبقى ابروفد تشينج ريكويست، يبتدي يتنفذ. فخلي بالك من الحكايه دي. وطبعا الابروفد تشينج ريكويست ده بقى ممكن يغير اي حاجه، ممكن يغير دوكيمنت، ممكن يغير تسليم، ممكن يغير ديز لاين، ممكن يغير خطه وهكذا، ماشي؟ وفي عندي نوعين من التشينج ريكويست. في التشينج ريكويست اللي هو ما بيغيرليش في البيز لاين، في تشينج ريكويست مثلا ما بيغيرش في اي خطه ولا حاجه، فده ممكن مدير المشروع يوافق عليه، حلو؟ انما اي يعني اي تشينج ريكويست بيغير في البيز لاين، بيغير في الخطه، يغير في اساس المشروع بتاعي، لازم ابعته عمليه الانتجريتد تشينج كنترول، لازم السي سي بي او اللجنه بتاعت الموافقه او الرفض دي توافق عليه. فخلي بالك برضو من الحكايه دي. فبيقول لك الريكويست فور تشينج او طلب التغيير، فهو ده طلب التغيير، حلو؟ فهو يا اما طلب تغيير ريكويست فور تشينج او تشينج ريكويست، الاثنين زي بعض. ممكن يبقى دايركت اندايركت، من اكسترنال او انترنال، اي حد يعمل التشينج ريكويست. كل الحاجات دي زي ما قلنا دي الانواع بتاعته. ممكن كوركتيف، كوركتيف اكشن، بريفنتيف اكشن، ديفكت فير، او ابديت، اللي هي ايه؟ ابديت تو مثلا اي دوكيمنت، اي بلان ولا حاجه. خلاص. وطبعا الابديت ده بيبقى النتيجه بتاعت التشينج ريكويست. ممكن يحصل ايه كنتيجه الدايركت اند مانج بروجكت وورك؟ ممكن البروجكت مانجمنت بلان تعدل، اي حاجه بقى، اي ناتج من نواتج البروجكت مانجمنت بلان تبتدي تعدل. طبعا اي بيز لاين او اي خطه من الخطط. برضو اي دوكيمنت ممكن يعدل، مثلا ريكويرمنت دوكيومنتيشن، البروجكت لوجز، على اساس في اي ايشوز مثلا في المشروع بتتغير، اي اسامبشنز وانت شغال. طبعا الفرضيات دي انت فرضتها في البدايه ممكن تتغير وانت شغال. الريسك ريجستر مثلا، ريسك حصل، ريسك جديد، ريسك اتشال وهكذا، ريسك قللت منه. الستيك هولدر ريجستر مثلا، واحد اصحاب المصالح، حد فيهم خرج، حد دخل، خلصت مثلا حاجه فحد خلاص ما بقاش انفولفد معانا. دي برضه يمكن ريتا بتقول نفس الكلام على الدايركت اند مانج بروجكت وورك، يمكن مفيش اي زياده عن يمكن كمان مش كاتبه مداخل، اي مداخل او مخارج، بس كاتبه دي عباره عن ايه، وبتقول لك بص في الريتا تشارت. نكمل بقى المونيتور اند كنترول، نخش بقى مرحله او البروسيس جروب بتاعت المونيتور اند كنترول، بس ان شاء الله ناخد. فانت كده كده بتعمل مونيتور اند كنترول، الكنترول تبتدي تعمل تراكنج، تعمل ريفيو، تبتدي تتابع، تراجع، بترسل البروجريس بتاعك وهكذا، تبعت التقارير عن تقدم المشروع.
تبتدي تبص ايه اللي بيحصل، تقارنه بالمفروض، تبتدي تتوقع ايه اللي هيحصل، تعمل فوركاست على حسب اللي انت وصلت ليه. وده مثلا لو مثال عليه اللي انت بتعمله في الايرنت فاليو مانجمنت. اهم فايده هنا ان انت بتقلاه ليه كل الستيك هولدرز عشان يفهموا الحاله الحاليه للمشروع، يعرفوا الكرنت ستيت، الخطوات اللي انت خدتها، البادجت، السكادول، السكوب، فوركاست، يعرفوا التوقعات المستقبليه ايه لها. طيب يعني ايه هو المونيتور؟ ايه الفرق بين المونيتور والكنترول؟ المونيتور هو ايه؟ يعني ايه المونيتور وايه فايدته؟ المونيتور ان انت بتعمل يعني ايه، بتعمل جمع، بتقيس، توزع معلومات الاداء، تقيم الميجرز بتاعتك، الاتجاهات بتاعت المشروع وهكذا. فايدته ايه؟ بيخليك تعرف تحسن العمليات، البي ام تي بيبقى عارف يعني المشروع عامل ازاي، ايه المناطق المفروض عايزه اهتمام اكتر. هو ده المونيتور، ان انت بتعرف كل حاجه عن المشروع، بتجمع كل حاجه، بتقيس كل حاجه. طيب ايه الكنترول؟ الكنترول بقى ان انت يعني تظبط اللي انت شفته. يعني طبعا الكنترول بعد المونيتور، وطبعا يبقى انهي الاحسن، المونيتور كتير ولا الكنترول كتير؟ لو فتحنا الشركة انهي احسن، مونيتور كتير ولا كنترول كتير؟ الاحسن مونيتور كتير. تمام، ليه بقى؟ هنعرف من معنى الكنترول. من معنى الكنترول ان انت الكنترول يعني ايه؟ يعني بتحدد الاجراءات المطلوبة بتاعتك، سواء مثلا بريفنتيف ولا كوركتيف، ولا هتعيد التخطيط، ولا مثلا تتابع مثلا اكشن بلان ولا حاجه عشان تشوف الاجراء اللي انت خدته فعال ولا لا. فانت اي حاجه بتاخدها طبعا ليها ثمن، اي حاجه بتاخدها ليها ثمن. فلما معنى كده انت الكنترول يكتر عندك في المشروع، يبقى هي دي يعني حاجه مش كويسه. انما المونيتور ما عليهوش اي مشاكل، فبتبتدي تعمل مونيتور سواء مثلا انت بتعمل مونيتور زي ما قلنا على يعني الاداء بتاعك، على القياسات بتاعتك وهكذا. بتعمل مونيتور وانت الدنيا عندك مظبوطه، ما فيش اي مشاكل. انما الكنترول معنى ان انت بتعمل كنترول، فمعنى كده ان انت في حاجه او في اجراء بتاخده بسبب حاجه انت اكتشفتها في المونيتور. طيب المونيتور اند كنترول كونسيرند بايه؟ يعني بيهتم بايه وايه الاكشنز؟ زي ما قلنا بتبتدي تقارن الاداء الفعلي بالخطه، بتاسس البرفورمانس، تقيم الاداء عشان تشوف الاجراء المطلوب بتاعك، تحدد مثلا اي مخاطر جديده، تتابع المخاطر الحاليه، الريسبونس بلان بتاعتك مظبوطه، يعني عملت اللي كان مطلوب منها ولا ايه. كذلك بتحافظ على الـ او maintain accurate timely information based، يعني المعلومات بتاعتك الخاصه بالمشروع او الحاجات دي كلها. كذلك providing information to support the status reporting، بتدي معلومات، تبعت معلومات مثلا عن الستاتس الحالي، عن قياسات الاداء، عن الفوركاست. كل ده بتعمل مونيتور اند كنترول، برضه تعمل فوركاست، بتراقب الابروفد تشينج ريكويست وهي بتنفذ، بروفايدنج زي ما قلنا برضو لو المشروع تابع للبروجرام لازم تعمل ريبورتنج للبروجرس بتاع المشروع. طيب المونيتور اند كنترول حسب الريتا بتقول لك ان هو بيجي في جميع المناطق، يعني بيحصل في جميع النولج، اسف، البروسيس جروب، البروسيس جروبس من البدايه للنهايه. طبعا كل ده يمكن الكلام مكرر شويه. فبيقول لك في الامتحان كويس يعني خاص بالمونيتور اند كنترول بروجكت ورك،
لو قال لك مونيتور اند كنترول بروجكت ورك يبقى بيتكلم عن الانتجريشن، يبقى بيتكلم عن عمليه الانتجريشن وليس البروسيس جروب. يبقى لو فاكرين بروس جروب هي عندك مونيتور اند كنترول، انما لو قال لك مونيتور اند كنترول بروجكت ورك يبقى بيتكلم عن العمليه الموجوده اللي هي تقاطع الانتجريشن مع البروسيس جروب بتاعت المونيتور اند كنترول. ان شاء الله ما فيهاش مشكله. كذلك بيقول لك افتكر ان مونيتور اند كنترول يعني انت بتميجر اجينست البلان، برضو قلناها. بيقول لك يعني هل يعتبر المونيتور اند كنترول بروجكت ورك لو انت عملته في عمليه السكوب فده كفايه؟ فلا طبعا، لازم يبقى فيه ان انت بتعمل انتجريشن. فممكن مثلا مثلا السكوب ولا حاجه يكتمل ولكن بكوست زائد، او السكادول يكتمل مثلا بجزء زائد ولا حاجه. فلازم كالعاده تبتدي تعمل موازنه بين كل المناطق عشان تعرف تظبط المشروع بتاعك. يعني بتبتدي تراقب قياسات الاداء بتاعك، تراقب البرفورمانس، او بتاخد البرفورمانس داتا تحطها قدام الخطه. يعني بتراقب قياسات الاداء في كل الجوانب، كسكوب كسكادول ككوست، كل الحاجات دي كلها. طيب هنا برضو بيسألك سؤال كده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك هتعمل ايه لو نشاط مثلا خد اكتر من اللازم. The answer is to request corrective action. هتعمل ايه يعني ايه؟ يعني انت لو عندك نشاط مثلا كنت حطيت له وقت معين ولا حاجة، وهو خد اكتر من المحسوب، فلازم تعوض الديلي ده. يعني تاخد ايه؟ طبعا انت عندك ديلي، هيحصل ديلي في المشروع. فلو انت لو ما خدتش، لو ما عملتش اي اكشن زي ما قلنا هيحصل ديلي في المشروع، لازم تاخد كوركتيف اكشن، وهو ده الكنترول اللي يعني بنتكلم عليه. فايه يعني كل ما بيحصل حاجه، كل ما بيحصل عندك مشكله، في عندك اي اختلاف عن الخطه، هي دي فايده المونيتور اند كنترول، ان انت تحاول تخلي المشروع قريب من الخطه بتاعتك. لان انت بتمونيتور، بتشوف المشروع فين من الخطه بتاعتك، وبعدين لو لقيت فيه مشكله تعمل كنترول عشان تخلي المشروع قريب من الخطه، عشان تبقى يعني في النهايه بقى تخلص حسب الميزانيه وحسب الجدول الزمني. طيب بعض المفاهيم الخاصه ب هنا ان شاء الله مفيش مشاكل. الورك اوثرايزيشن سيستم قلنا ان هو جزء من البي ام اي اس، والبي ام اي اس جزء من بيئه الشركه. هو بيعمل ايه؟ ده بيقول لك فور اوثرايزنج ذا ستارت اوف ورك ورك باكج او الاكتيفيتي. فهو نظام بيبتدي يعني تعمل بيه اذن لبدء مثلا العمل في الورك باكج او في الاكتيفيتي. يعني امتى كل واحد عن طريق النظام ده يعرف امتى هيبتدي الشغل بتاعه. بنحتاجه جدا في المشاريع الكبيره، بيبقى عندك مثلا عاملين كتير جدا شغالين في نفس الوقت. في بعض مثلا الحالات ولا حاجه بيبقى عندك اتنين عايزين يشتغلوا في نفس الوقت ولا حاجه. فلازم ال WAS او الورك اوثرايزيشن سيستم ده ينظم العمل، كل واحد يبقى عارف هيشتغل امتى. العمل برضو ما يبتديش غير باذن رسمي عن طريق الورك اوثرايزيشن سيستم ده. فالورك اوثرايزيشن سيستم الاختصار بتاعه ايه؟ او يعني الكلمتين لو جالك في الامتحان ولا حاجه تعرف ان هو بيعمل ايه؟ هو بيقول للناس زي ما قلنا وين، يعني امتى تبتدي المشروع، اسف الاكتيفيتي بتاعك، امتى تبتدي الورك باكج بتاعك. هو ده الورك اوثرايزيشن سيستم زي ما قلنا. بيقول لك هنا برضو بعض اللحظات بيحتاج البروجكت مانجر انه يدير مثلا المستوى اكتر من تفاصيل ولا حاجه. زي ما قلنا بيبقى عندك ناس كتير شغالين، مثلا بيبقى عندك سباك وكهربائي عايزين يشتغلوا في نفس الوقت ولا حاجه. زي ما قلنا لازم يبقى في نظام ال WAS ده عشان ينظم عمل كل واحد، وقت العمل بتاعه امتى، ما يشتغلش من دماغه. لازم كل عمل لازم يبتدي باذن رسمي طبعا عن طريق
ال Work Authorization System. اتكلمنا برضو عن ال Change Request واتكلمنا عن ال Corrective Action. لو برضو اتكلمنا عليها بسرعة كده، ال Change Request بيقولك دايما هيبقى عندك تغييرات مهما حصل. بعض التغييرات بتكون يمكن إضافة كويسة للمشروع، بعض التغييرات لأ. بعض التغييرات بتظهر عند التنفيذ في الاكسكيوتنج، بعضها كجزء من المونتور اند كنترول لما بتبتدي تقيس الاداء حسب الخطه بتاعتك. الكوركتيف اكشن برضو كنا اتكلمنا عنه، اي اجراء متخذ عشان تخلي اداء المشاريع المستقبلي او الفيوتشر بروجكت بيرفورمانس يتماشى مع الخطه، يعني لازم بيز لاين طبعا تقيس عليه ادائك زي ما قلنا. يبقى في معاك مثلا حدود مسموحه للاختلاف اللي هي acceptable variance وانت بتقيس. بيقول لك في شويه شروط كده عشان تعمل corrective action. لازم يعني عندك تركيز في المناطق اللي تحتاج اجراءات تصحيحيه، يعني يبقى عندك تركيز يعني تركيز بدل ما تبقى راندوم مثلا فوكس ولا حاجه، يعني تركيز محدد بدل ما تبقى يعني ما فيش تركيز معين في حته معينه ولا حاجه. برضو لازم تدور عن المشاكل، تبحث عن المشاكل ما تنتظرهاش. لازم يبقى عندك معايير خلال البلاننج تغطي كل الجوانب، لان انت عشان تقيس لازم يبقى عندك معايير. لازم يبقى عندك خطه واقعيه، لازم تقيس امتى تعرف المشروع مثلا خرج عن المسار، امتى توصي بكوركتيف اكشن. لازم تعرف السبب الجذري. لازم تقيس الاداء بعد ما تعمل كوركتيف اكشن، لازم ترجع تقيس الاداء تاني عشان تيفالويت يعني تقيم فعاليه الاجراء اللي انت عملته. لازم برضو تحدد هل احنا لسه محتاجين كوركتيف اكشن ولا لا. فزي ما قلنا الكوركتيف اكشن تعريفه ايه، انما هنا بيقول لك ايه فائدته بقى. فائده الكوركتيف اكشن ان انت بتضبط الاداء خلال البيز لاين بتاع المشروع عشان ما يتغيرش. بعد ما طبعا تعمل الكوركتيف اكشن بقى بتبتدي تراجع يتم قبولها او رفضها طبعا في عمليه ال بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول. طيب لو لقيت مشكله برضو يا ريت نكتب الجزء ده عشان مهم جدا. او لو عملنا كده رسمه، لو انا لقيت مشكله تمام وانا شغال لقيت مشكله، ابتدي اعمل ايه؟ اوصي مثلا بعمل كوركتيف اكشن. حلو، يبقى ادي عندي المشكله، ابتدي اعمل كوركتيف اكشن. ماشي، الكوركتيف اكشن دي ابتدي اوديها فين؟ تروح لعمليه الانتجريتد تشينج كنترول. ماشي، معلش طبعا ما عملتهاش قبل المحاضره، كانت هتبقى شكلها احسن. طيب هل بعد ما راحت للعمليه دي ابتدي اشوف هل يعني هل ليها تاثير على البروجكت مانجمنت بلان، على البيز لاين، على الاجراءات، على التشارتر؟ لا. ماشي خلاص، يبقى مفيش مشاكل ان البروجكت مانجر لوحده ولا حاجه يبتدي يوافق عليها او يرفضها. لو اتوافقت دي نو ايه هنا مثلا تشينج، هنا يس في تشينج على الحاجات دي، هنا ابتدي مثلا يرفضها او يقبلها. ده اللي هو البروجكت مانجر، بسبب ان هي الكوركتيف اكشن دي ملهاش تأثير على البيز لاينز، على الإجراءات، على التشارتر، على البروجكت مانجمنت بلان ولا حاجة. يا إما أبروفد يا إما لأ، يا إما أبروفد يا إما لأ. فلو أبروفد هروح على طول أنفذها، لو لأ خلاص خلصنا. طيب هنا لو ليها تأثير أوديها فين؟ أوديها للسي سي بي فور أبروفل. تمام، حسب بقى التشينج مانجمنت بلان يبتدوا يشوفوا التشينج كنترول بورد دول
بما فيهم السبونسر مثلا، ساعات برضو مدير المشروع يبقى عضو في السي سي بي دي، يبتدوا بقى يدرسوا تأثير الكوركتيف اكشن ده كاعتباره كان هو يعني نوع من انواع التشينج ريكويست، يشوفوا التأثير بتاعه، جوانب التأثير بتاعه على الحاجات التانية، يبتدوا برضو يا اما يرفضوه يا اما يقبلوه. لو قبلوه اروح ابتدي انفذه في عملية ايه اللي هو هيبقى ابروفد تشينج ريكويست لو فاكرين، هيتنفذ في عملية الدايركت اند مانج بروجكت. المفهومة دي يا جماعة عشان دي مهمة، يبقى هراجعه لكم تاني اهو، هراجعه لكم تاني ماشي. الكوركتيف اكشن ماشي او اي يعني اي تشينج ريكويست لازم يمشي المرحلة دي الدورة دي، بروح اوديه عملية الانتجريتد تشينج كنترول عشان اشوف تأثيره لو هيغير في البيز لاينز والحاجات دي ولا لا. مش هيغير خلاص، انا كمدير مشروع عندي السلطة ان انا اوافق عليه او ارفضه، لو هيغير لازم اوديه للسي سي بي سواء ترفضه او تقبل خلاص. هنا بيقول لك امتى بتظهر الحاجه او يعني امتى بتبقى محتاج تي ريكومند كوركتيف اكشن. ممكن تريكومند كاوتبوت من العمليات دي كلها، مثلا الدايركت اند مانج مونيتور، الفاليديت سكوب، عمليات الكنترول كلها وهكذا. في برضو عمليات المانج بروجكت تيم، عمليه المانج ستيك هولدر انجيجمنت. فطبعا هيبقى عندك تشينج ريكويست كناتج الاكسكيوت على اساس يعني ان الكوركتيف اكشن ناتج من الاكسكيوتنج اللي هي دايركت اند مانج بروجكت ورك، وكل عمليات المونيتور اند كنترول. في عمليه برضو المانج بروجكت تيم وعمليه المانج ستيك هولدر انجيجمنت دي ما ننساش برضو، مش كله يعني كنترول ماشي. طيب بيقول لك مور سبيسيفيك واي تو انسر، او يعني عندك اجابات محدده تانية او اكتر تفصيل تاني. ممكن تظهر مثلا مواقف تظهر الحاجه فيها العمل الكوركتيف اكشن. مثلا انت بتقابل العميل ولا حاجه عشان يعني تحصل على الاكسبتنس لاي تسليمات ولا حاجه، تسليمات مرحليه ولا حاجه، فده في الفاليديت سكوب. فلو ما وافقش ولا حاجة بتعمل، ممكن تعمل كوبيت بقى. كذلك عند قياس الأداء ولا حاجة، قياس المشروع أمام الـ performance measurement baseline أو قدام البيز لاين، طبعا ده أي عملية من عمليات الكنترول سواء السكوب أو الكوست أو الجدول. كذلك في الـ perform quality assurance، بتشوف هل الناس شغالة بالكوركت بروسيسز أو بتتبع العمليات الصحيحة ولا لأ. برضو لما بتعمل على الكوميونيكيشن والحاجات، كل الحاجات دي مواقف كده برضو مهمة كده ان احنا نقراها. طبعا كل حاجة خاصة بالعملية بتاعتها. البريفنتيف اكشن بقى لو رحنا لها، ايه الفرق بين اخذ يعني بريفنتيف اكشن وكوركتيف اكشن؟ قلنا ان الاجراء التصحيحي او الكوركتيف يتعامل مع اكتوال يعني مشكلة اكتوال حصلت او اختلاف حقيقي واقع في البيزلاين تمام. اما البريفنتيف فهو ايه؟ التعامل مع اختلاف محتمل، يعني يمكن يحصل انحراف محتمل، يمكن يحصل للبرفورمانس عن البيزلاين، فهي حاجه ما حصلتش، حاجه محتمله يمكن تحصل، زي ما مكتوب هنا مثلا بوسيبل ديفيشن او انتسبيتد، مش حاجه متوقعه بالاختلاف. انما الكوركتيف لازم برضو ناخد بالنا من الحكايه دي. هنا بيقول لك امثله مثلا على الاجراءات الوقائيه او البريفنتيف اكشن، مثلا تضبط المشروع عشان تمنع تكرار نفس المشكله، تغير ريسورس مثلا ولا حاجه، تدرب اعضاء الفريق، تديهم مثلا تريننج في منطقه معينه ولا حاجه، كل الحاجات دي تعتبر اجراءات وقائيه. فلازم تفهم ان الاجراء الوقائي ما بيغيرش ابدا في البيز لاين، ما بيغيرهاش، ولكنه ايه يعني بيظبط الاداء، ولكن يعني ممكن في حالات قليله جدا ولا حاجه، فلازم تروح لعمليه البرفورم انتجريتد تشينج كنترول. امتى برضو تشوف البريفنتيف اكشن نفس او يعني قريب من
اللي فات نفس كلها عمليات البايت اند مانج وعمليات الكنترول دي، طبعا بتطلع لك تشينج ريكويست او بتطلع لك ايه البريفنتيف اكشن. طيب الديفكت ريبير بقى اخر حاجه، هو شكل من الاشكال الريورك، او يعني حاجه بتعمل ريورك تاني. ممكن تطلبه امتى؟ قد يطلب مثلا لما يعني ينتج لنا جزء من العمل لا يتطلب مع المواصفات، فبتعمل تبتدي تعمل ديفكت ريبير. وطبعا لازم برضو لازم يروح عمليه البرفورم انتجريتد تشينج كنترول. طيب ممكن يظهر لنا كناتج من ايه؟ ممكن يظهر لنا الديفكت ريبير ناتج من العمليات دي، طبعا مش زي اللي فات، الاثنين البريفنتيف اكشن والكوركتيف اكشن زي بعض، دي يمكن مش زيها شويه لان دي تتطلب مثلا مشكله او حاجه ريورك، فيعني قريبه من العمل طبعا، في الاكسكيوتنج، في المونيتور اند كنترول بشكل عام، في الفاليديتي سكوب، كنترول سكوب، الكواليتي اشورنس، فواضح جدا ان هي خاصه بالجوده لان هي مشاكل ريورك، وخاصه بالسكوب حاجات بتتعقل لان هي ريورك طبعا، وبشكل عام ايه المونيتور اند كنترول والدايركت اند مانج بروجكت. طيب الانبوتس ايه؟ طبعا عشان اعمل مونيتور اند كنترول لازم ادخل الخطه، لان انا بقيس على الخطه وبقيس على البيز لاين بتاعها. برضو بحتاج ايه؟ بحتاج يدخل يعني ادخل معانا السكادول فوركاست بتاعتي. ليه؟ لان انا ببقى يعني بحتاج اعرف هل المشروع خلال التولرانس المحدد بتاعي، ابتدي اشوف اشوف الفوركاست او التوقعات بتاعت السكادول، ابتدي اشوف هخلص امتى، هل انا المشروع بتاعي خلال التولرانس بتاعي، هل مثلا بحتاج اي تغييرات ضروريه ولا حاجه، ابتدي اشوف مثلا السكادول بيرفورمانس اندكس، الاي تي سي او الاستيميت تو كومبليت، الحاجات دي كلها، وابتدي اشوف انا فين من يعني التوقعات بتاعت الاسكادول. كذلك في الكوست ابتدي اشوف هل احنا خلال الحد المسموح للكوست، هل مطلوب مثلا اعمل تغيير ولا حاجه، فببتدي اشوف السي بي اي او الكوست بيرفورمانس اندكس، الكوست فاريانس، الاستيميت تو كومبليت، ابتدي اشوف البادجت تو كومبليت قد ايه، الحاجات دي كلها، اقارن البادجت ات كومبليشن بالاستيميت ات كومبليشن عشان اشوف حاله المشروع. هو ده عشان كده انا بحتاج الكوست فوركاست، لان انا زي ما قلنا بقارن الفوركاست بتاعي بحاله المشروع بتاعي، زي ما قلنا اقارن في الكوست مثلا، الكوست زي ما قلنا بقارن البادجت ات كومبليشن بالاستيميت ات كومبليشن، يمكن كنا خدناها في الانفنتوري. ايه الفاليديتد تشينجز دي اللي دخلت معانا هنا برضو؟ دي التغييرات يا جماعه اللي بتبقى طالعه من البيرفورم انتجريتد تشينج كنترول، لازم ادخلها عمليات المونيتور اند كنترول. لو فاكرين كنا في ممكن في الكواليتي كنا عملنا حاجات زي كده، ان انا باخد التغييرات اللي انا عملت لها ابروفد او الابروفد تشينجز بتبقى طالعه لي من العمليه دي، فلازم ادخلها عمليات المونيتور اند كنترول تاني عشان اتاكد ان هي بتتنفذ صح. اللي بتبقى طالعه مثلا من عمليه السي سي بي بيوافق عليها بشروط معينه، فلازم انا اراقب تنفيذ الشروط دي، لازم اراقب ان هي اتنفذت يعني كما تم الموافقه عليها. هي دي الفاليديتد تشينجز اهي، لو فاكرين زي ما قلنا فعلا كانت خارجه لنا من الكنترول كواليتي اهي فاليديتد تشينجز، لازم ادخلها تاني عمليات المونيتور اند كنترول. لازم ادخلها تاني عمليات المونيتور اند كنترول عشان اعرف ان هي اتنفذت بشكل صح. برضو الورك بيرفورمانس انفورميشن، الورك بيرفورمانس انفورميشن دي بقى عباره عن ايه يا جماعه؟ دي عباره عن يعني بيرفورمانس داتا ابتدينا جمعناها من كل عمليات الكنترول، ابتدينا نحللها خلال الـ يعني الـ خلال الارياز كلها او المناطق كلها. بيقول لك برضو ان الورك بيرفورمانس داتا بنبتدي نحولها للورك بيرفورمانس انفورميشن. الداتا لوحدها ما ينفعش تاخد بيها قرار،
لازم الورك بيرفورمانس داتا زي ما قلنا تحطها قدام الخطه عشان تطلع لك الورك بيرفورمانس انفورميشن. فانا عشان اخد قرار لازم ادخل الورك بيرفورمانس انفورميشن معايا، بتديني طبعا الحاله بتاعه المشروع كلها، ابتدي ابعتها للناس خلال عمليات الكوميونيكيشن ولا حاجه، حاله مثلا التسليمات، حاله التنفيذ بتاعه التشينج ريكويست، الفوركاست مثلا قد كده ولا هكذا. يبقى هنا بقى الفرق بين الورك بيرفورمانس داتا والورك بيرفورمانس انفورميشن. واضح ان الورك بيرفورمانس انفورميشن ابتدينا نقارن مثلا اهي طلع لي مثلا فوركاست تنفيذ مثلا التشينج ريكويست ولا هذا ولا كده. هو ده الفرق بين الورك بيرفورمانس داتا والورك بيرفورمانس انفورميشن. هنا دخلت معايا الورك بيرفورمانس انفورميشن في عمليه المونيتور اند كنترول بروجكت ورك عشان ابتدي اعرف اخد قرار، لان هي بتوضح الحاله بتاعه البرفورمانس او حاله الاداء بتاعه المشروع. طبعا برضو اصول الشركه وبيئه الشركه من سهمش هيخش معانا. اي اجراء مثلا او ايشو اند ديفكت مانجمنت، اي اجراءات لاصلاح المشاكل، اي اجراءات للتحكم في التشينج، اي اجراءات للريسك كنترول، مثلا اي مثلا بروسيس ميجرمنت داتا بيز موجوده عندي ولا حاجه، اي دروس مستفاده، كل الحاجات دي. طيب التولز والتكنيكس، او فتحنا الشات كده، التولز والتكنيكس للعمليه دي ايه؟ ممكن برضو متشابهه مع كل اللي فات، بدخل طبعا الخبره، بستعين بخبره خبره اصحاب او الخبره بشكل عام. الاناليتيكال تكنيكس اللي هي ايه؟ عشان ابتدي اعمل فوركاست بناء على الاختلافات، ابتدي اعمل شويه تقنيات تحليليه كده معايا، هي مكتوبه كده في البين بوك بس مش مشروحه. فالاناليتيكال تكنيكس دي زي ايه؟ زي ريجريشن اناليسيز، جروبنج ميثود، كاجوال اناليسيز، روت كوز اناليسيز، فوركاستنج ميثود، فيلير مود اند افكت اناليسيز، مش عارف فولت تري اناليسيز، ريزيرف اناليسيز، ترند اناليسيز، ايرنينج فاليو. طبعا احنا بعض الحاجات دي احنا خدناها، ريزيرف اناليسيز خدناها، بتشوف الاحتياط اللي ناقص عندك، الاحتياط اللي فاضل اسف قصاد اللي انت محتاج له، ترند اناليسيز بتشوف الاداء على خلال الزمن، الايرنينج فاليو برضه مانجمنت كنا خدناها. المهم ان انت ايه اللي عايز طبعا يستزيد من الحاجات دي، الروت كوز اناليسيس برضو خدناها، بتشوف او بتحلل الروت كوز او السبب الجذري بتاع اي مشكله طالعه عندك مثلا في المونيتور اند كنترول. ايه تاني؟ وطبعا هنا انت بتحتاج الحاجات دي زي ما قلنا عشان تعمل فوركاست بناء على الاختلافات بتاعتك، عشان تدرس الاختلافات راحه فين بتاعت المشروع. برضه بقى احتاج ايه للبي ام اي اس او البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، ده بيديك شويه تولز كده عشان تعمل بيها مونيتور اند كنترول. بص انت بتسالني عن حاجات انا يعني الحاجات دي انا كان ممكن، يعني في حاجات كتير جدا يا جماعه في الكورس ده، انا وانا بذاكر كنت خدت وقت طويل، فابتديت الحاجات دي مثلا اخش على النت اشوف مثلا دي بيعملوها ازاي ودي بيعملوها ازاي ودي معناها ايه ودي معناها ايه، فحسيت ان انا طولت جدا. فانت مثلا انت ممكن تاخد فكره عن كل واحده بس، تشوف الريجريشن اناليسيس ده عباره عن ايه، ما تطولش فيه قوي، لان في ناس بتاخد الحاجات دي بتعمل فيها دراسات شامله. فانت خد مثلا حاجه وشوف دي عباره عن ايه، حاجه ليك انت شخصيا. انما انت يعني مطلوب منك بس تعرف الريجريشن اناليسيس دي تبع اناليتيكال تكنيك، جروبنج ميثود تبع اناليتيكال تكنيك، والاناليتيكال تكنيك دي تبع ايه؟ تبع التولز اند تكنيك بتاعت المونيتور اند كنترول بس. يعني تعرف ان دي تبع دي ودي تبع دي بس. انما ده بيتعمل ازاي وكده مش مطلوب، وزي ما قلت لك احنا في حاجات يمكن خدناها. بس. زي ما قلنا البي ام اي اس بيديك بقى ايه تولز الموجوده عندك، سوفت ويرز موجوده عندك تبتدي تعمل بيها مونيتور اند كنترول مثلا ولا حاجه. دي طبعا زي ما قلنا جزء من الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور اللي موجود في الشركه. برضه ميتنج، بتعمل ميتنج يوزر مثلا جروب ريفيو ميتنج، اي حاجه من الميتنج
فيس تو فيس، فيرتشوال، فورمال، انفورمال، اي نوع من انواع الميتنج تبتدي تعمله خلال المونيتور اند كنترول بروجكت. بيطلع لي ايه الاوتبوت؟ طبعا بيطلع لي تشينج ريكويست. انا بعمل مونيتور اند كنترول، لقيت مشكله فبيطلع لي تشينج ريكويست. طبعا ده ناتج من زي ما قلنا كومبيرنج البلاند ريزلت بالاكتوال، تقارن تبتدي تعمل تشينج ريكويست عشان تعدل بقى اي فروق مثلا او اختلاف ولا حاجه تبتدي تعدلها. الانواع طبعا زي ما قلناها كوركتيف، بريفنتيف، وديفكت ريفنت. زي ما قلنا كالعاده انت عندك ايه دي اي ار، ورك بانفورمانس داتا انفورميشن ريبورت. الريبورت هي ايه؟ ده اخر الحاجات بتاعتنا. الورك بانفورمانس دي الريبورت، الريبورت دي عباره عن ايه؟ انت خدت الورك بانفورمانس انفورميشن، عملت لها تمثيل، عملت لها برزنتيشن، عملت لها مثلا تمثيل في شكل شيت، عملت لها تمثيل في شكل مثلا الكترونيك ولا حاجه، عملت لها اي حاجه. المهم دي تبتدي تبعتها للناس عشان مثلا تاخد قرارات، تاخد اكشنز، كل الحاجات دي تبعت للناس حاله المشروع، الفرق بين الاكتوال والبلاند، الحاجات دي كلها. امثله على الورك بيرفورمانس ريبورت مثلا اي ريبورتات، اي ميموز، جاستيفيكيشنز، انفورميشن نوتس، ريكومنديشن، اي ابديت. فواضح ان الريبورت من اسمها اللي هي ايه تمثيل زي ما قلنا عشان توضح للناس، الناس المانجمنت او بعض الناس التانيين لو وديت لهم الورك بيرفورمانس انفورميشن الفهم بتاعه صعب شويه، ممكن ما يبقاش تكنيكال، بعيد عن المجال. الورك بيرفورمانس ريبورت تبتدي تعمل له ريبورت، تبسط له فيه كل حاجه، تمثل فيه الورك بيرفورمانس انفورميشن عشان تبقى العمليه سهله بالنسبه له. المونيتور اند كنترول ورك بتطلع تحديثات على خطه اداره المشروع، لان انت طبعا ايه يعني بتبتدي مثلا التشنجز بتاثر لك، ممكن تاثر زي ما قلنا لو كانت بتاثر على البروجكت مانجمنت بلان وعلى البيز لاين تبتدي تعدل. بعض الدوكيومنتس برضه تبتدي تعدل، السكادول او كوست فور كوست، ورك بيرفورمانس ريبورت ممكن تعدل، الايشو لوج برضه ممكن تعدل من عمليات المونيتور اند كنترول. انا بصراحه كنت عانيت يعني مثلا هنا كاوتبوت من المونيتور اند كنترول بروجكت ورك. هنا مثلا انا عارف ان البروجكت دوكيمنت ابديتس هتبقى موجوده اوتبوت، انما ايه اللي تحتها؟ يعني مثلا هنا ليه ال دبليو بي اس مش اوتبوت، او الابديت بتاع ال دبليو بي اس مثلا مش اوتبوت من او الحاجات المكتوبه دي ال دبليو بي اس مش، ما يمكن ممكن وانت بتعمل مثلا مونيتور اند كنترول، يعني انت هنا مثلا زي ما قلنا عدلت السكوب بيز لاين، فالسكوب بيز لاين تبع ال دبليو بي اس، فانت خلي بالك من زي ما قلنا من الحاجات اللي تبع اللي تحت البروجكت دوكيمنت والحاجات اللي تبع البروجكت مانجمنت. زي ما قلنا بقى التغييرات كلها او التشينج ريكويست لازم تبعته، يعني تعمل تحكم متكامل في التغيير. يا جماعه يلا نكمل. فزي ما قلنا عمليه البرفورمنس انتجريتد تشينج كنترول تبتدي تراجع بقى الطلبات التغيير كلها، توافق عليها، ترفضها، تدير التغييرات كلها سواء على التسليمات ولا هذا على المستندات لخطه اداره المشروع، تشوف مثلا انت هتتصرف معاها ازاي. تبتدي تستعرض جميع الطلبات، كل الريكوست فور تشينج الخاصه ب سواء مثلا التعديل اي دوكيمنت، اي تسليمات، اي ديزلاين، اي بروجكت مانجمنت بلان، تبتدي يعني ترفضها او تقبل. الاهم فايده هي ايه؟ ان انت بيبقى عندك التغييرات الموثقه خلال المشروع كله، تدرسها بطريقه متكامله، وطبعا عن طريق كده بتقلل مخاطر المشروع، لان انت بيبقى في عندك مثلا تغييرات ادخلت او يعني حد عايز يحطها من غير ما ينظر للاهداف او للخطط او للشارتر او لاهداف المشروع زي ما قلنا. فعمليه المراقبه ومتابعه التغييرات كلها، دراسه كل الجوانب بتاعتها، خليك تقلل مخاطر المشروع اللي ممكن تحصل من تنفيذ هذه
التغييرات بدون عناية كاملة. when changes be required امتى يعني متى تطلب التغييرات؟ طبعا at any time في اي وقت في المشروع، ولكن ليس بالضرورة طبعا تنفيذ الطلب. وزي ما قلنا يعني يتم تقييم الطلب وقبوله ورفضه في هذه العملية. طيب ايه تركيز وهدف عملية الـ PICC؟ اهم شيء فيها طبعا ان انت بتفحص يعني بتفوكس او بتركز على تأثير كل تغيير على قيود المشروع. مثلا لو انت غيرت في السكوب هيغير مثلا في الكواليتي، هيغير في الريسك، هيغير في التايم، هيغير في الريسك، في الكوست، في الريسورسز، الحاجات دي كلها. طيب ايه اللي هيحصل فيه او هيحدث ايه للتشينجز الاكسبتد؟ بيبتدي بقى تعمل ابديت، تعمل مثلا بلاننج تاني. لازم طبعا لو انت عدلت في خطه الناس تشتغل بخطه ريفايزد ولا حاجه. كل الحاجات دي طبعا اثناء عمليه البي اي سي سي. بعدين ترسل ابروفد تشينجز للدايركت اند مانج ورك بقى عشان تنفذ. امتى بنحتاج البي اي سي سي وامتى ما نحتاجهاش؟ مثلا في البدايه ولا حاجه، يعني في مرحله الانيشيتنج وين كرييتنج ذا اوتبوت اوف بروسيس انيشيتنج التشارتر ولا حاجه، وفي البلاننج يعني قبل ما ابتدي اعتمدها رسمي ممكن اوافق عليها بدون عمليه البي اي سي سي. انما بقى بعد اعتماد الخطه، بعد خلاص ما حصل ابروفد على الخطط، حصل ابروفد على المستندات كلها، لازم اروح لعمليه البي اي سي سي. يبقى لو انا عايز اغير اي حاجه، عمليه الانيشيتنج، عمليه البلاننج قبل ما يعني without formal change request، قبل ما الحاجات دي تبقى معتمده، خلاص ما عنديش اي مشاكل. انما خلاص بعد ما يعني زي ما قلنا، لو قبل اعتماد الخطه عادي جدا اغير فيها، لكن لو تم اعتماد التشارتر، تم اعتماد اي خطه، يبقى عشان اغير لازم ايه اروح عمليه البي اي سي سي. دي خلي بالك منها، مهمه جدا الجزء ده. طيب اللي هنا برضو بيقول لك في الامتحان اقرا السؤال كويس. هل العملية أو الوثيقة الرسمية دي تمت ولا لأ؟ هل أنت نفس اللي إحنا كنا بنتكلم عنه، هل وين يعني وأنت بتعدل فيها ولا حاجة بعد الانتهاء منها، ولا أنت مثلا في مرحلة الإعداد ولا إيه؟ فلازم تقرأ الموقف، هل التشارتر أنت شغال فيها لسه ولا خلاص تم اعتمادها؟ الخطط أنت بتعملها ولا تم اعتمادها؟ البيز لاين خلص وانت شغال في المشروع ولا انت لسه ما تمش اعتماده؟ فخلي بالك من الجزء ده. لو طبعا تم اعتماده لازم يغير عن طريق اجراءات رسميه، لازم يروح لعمليه البرفورمنس انتجريتد تشينج كنترول. هنا موقف بيقول لك، موقف لو في مدير عايز يغير في السكوب وعايز يضيف جزء مثلا، فهتعامل معاه ازاي؟ فمهمه جدا جدا يا جماعه السؤال ده، السؤال ده مهم جدا جدا جدا. يعني بيتكرر كتير قوي. فهترد عليه ازاي؟ هل هقول له لا؟ مثلا واحد عايز يغير حاجه، عايز يضيف للسكوب مثلا، بيقول لي خلص لي الجزء ده، اعمل مثلا الجزء ده. هل هقول له لا؟ ده مش تبعنا؟ هل هوافق عشان ارضيه؟ فالحل ايه؟ هقول له ايه؟ ان انا لازم ادرس الاول التغيير. يعني اقول له ان انا لازم الاول ادرس التغيير او التشينج اللي انت عايزه ده. هديك طبعا، هعمل لك ريبورت بالموضوع. بعد كده اروح مع نفسي ومع التيم بتاعي، ابتدي اقيم، ابتدي ادرس، ابتدي احسب، اقيم تاثير التغيير السكوب اللي هو عايزه ده. هل مثلا هيزود 2 ويكس، هيزود اسبوعين، هل على مده المشروع، اشوف تاثيره على كل قيود المشروع كلها، هشوف تاثيره على الكوست مثلا هيزيد، على الريسك، السكادول، الريسورسز،
على رضا العميل، كل الحاجات دي. فابتدي ادرس بعد طبعا ما ارد عليه واقول له ان انا ايفالويت الاكسشينج، ابتدي ادرس مع الناس بتاعي واحسب كل حاجه واعرف تاثير التغيير ده. خلي بالكم يا جماعه من السؤال ده، مهم جدا جدا جدا. السؤال ده بيجي كتير في الامتحان، طريقه السؤال دي نفسها ازاي تتعامل مع التغيير مهمه جدا. زي ما قلنا برضو، لو قال لك مثلا تغيير في اي كونسترين، تغيير مثلا في كوست، لازم تقيم تاثير التغيير على كل القيود الاخرى. طيب بيقول لك هنا in order to fully evaluate the impacts of change، يعني ايه شروط تقييم التغيير؟ طبعا عشان تقيم التغيير لازم عندك خطه اصلا عشان تقيس على اساسها. لا برضه لازم يبقى عندك complete product scope و project scope، يعني ملهاش معنى قوي، او مش يعني مش يعني منطقيه. طيب هل التغييرات سيئه؟ طبعا مش على طول، ساعات بتكون سيئه جدا، ساعات بتكون يعني ليها تاثيرات سلبيه، ساعات بتبقى very expensive، بتزعج او يعني بتبقى مدمره للمشروع، بالذات لو التغيير مثلا اتعمل متاخر ممكن يتكلف اكتر ب 100 مره لو اتعمل بدري ولا حاجه. هو ده فائده المونيتور اند كنترول، ان انا ابتدي اتحكم في التغييرات واثر على العوامل اللي بتؤدي للتغيير، امنعه قبل الحدوث. طبعا لو في تغييرات عندي كتير جدا هيبقى صعب اكنترول المشروع وانسق العمل، لانه يتحول ابتدي انسق العمل بتاعي. طيب ازاي هتعامل مع التغيير؟ طبعا بيقول لك ان التغيير يعني لا مفر منه، ازاي تتعامل معاه؟ لو طبعا في تغييرات سلبيه لازم امنع الروت كوز، يعني امنع السبب الجذري للتاثير، ما افضلش اتعامل مع كل ما تغيير يظهر اتعامل معاه، كل ما تغيير يظهر اتعامل معاه. لازم اتعامل مع السبب، امنع السبب الجذري. ممكن يبقى السبب الجذري مثلا بتاعك مثلا سوء تخطيط، ممكن يبقى السبب مثلا الجذري بتاعي عدم تحديد مثلا كل اصحاب المصالح، ان انا ما غطيتش كل المتطلبات. ممكن السبب الجذري يبقى مثلا ان انا ما كملتش اجراءات المشروع، او ما عنديش بروجكت مانجمنت بروسيسز او اجراءات المشروع كلها مظبوطه. طيب ايه دور او ما دور مدير المشروع عشان يتحكم في التغييرات؟ يمكن لو مرينا عليها كده، معلش هنعدي عليها دي ان شاء الله ما فيهاش مشاكل عشان بس الوقت. اهم جدا طبعا للتغييرات زي ما قلنا، دي الرسمه يا جماعه اللي انا رسمتها، اللي هي ان انا تبتدي تقيم التغيير، هل يؤثر على القيود المشروع والبيز لاين والخطط ولا ايه، وهل لا يؤثر ولا ايه، والسي سي بي وكده. دي انا شرحتها في الرسمه اللي كنا رسمناها. طيب دي السي سي بي بقى اللي احنا كنا اتكلمنا عنها، او التشينج كنترول بورد. فبتقول لك ان البروجكت مانجر يعني ممكن ما يبقاش عنده مثلا الخبره المعرفه عشان يقيم التشينج ريكويست، ممكن يبقى دوره مثلا تسهيل اتخاذ قرار مثلا في تغيير بدل ما ياخد القرار بنفسه. دور السي سي بي ان هو يبتدي يدرس تاثير التشينج ريكويست كله، ياخد قرار او يقبل او يرفض وهكذا. فالسي سي بي ده جماعه مسؤول عن مراجعه وتقييم كل تشينج ريكويست حسب خطه المشروع. يبتدوا بقى يوافقوا، ياجلوا، يرفضوا التغيير. وطبعا لازم التشينج لوج دي مهمه جدا، لازم يكتب فيها نتيجه القرار اللي هم خدوه. ده دور السي سي بي. لو قال لك دوره ايه؟ موافقه او رفض او تاجيل التغييرات، لازم برضو تسجلها في التشينج لوج. طيب
دي برضو مهمة جدا جدا، ده الجزء اللي انا كنت بقول لكم عليه، process for making a change. حد عايز يغير حاجة مثلا في المصطلح، انت المانجر want to make a change to project. What is the first thing a project manager should do؟ ايه اول حاجة لازم تعملها؟ ده الجزء اللي انا كنت بقول لكم عليه. دي يا جماعة لازم تحفظها صم 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 صم، دي ودي، اللي هي دي ودي، فين 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 فين، ودي اللي هي detailed process for making changes، ماشي، ودي كمان اللي هي دي، اللي هي ايه ال process for making changes، العمليات اللي هي هتعملها عشان اللي او يعني حسب الموقف ده. حد مثلا عايز يغير حاجه في المشروع، ايه اول حاجه تعملها؟ فلازم تتبع الاجراءات دي. زي ما قلنا لازم تقيم الامباكت بتاع التشينج، لازم تايفالويت تقييم التاثير على كل جوانب المشروع. مثلا هيحتاج فلوس قد كده، وقت قد كده، مثلا مش هياثر على الموارد. تبتدي ايه تعمل ايه بقى بعد ما حددت التاثير؟ تو ايدنتيفاي اوبشنز بقى، تبحث عن بدائل، تحدد بدائل. مثلا هعمل كراشنج زي ما كان في واحد بيقول، هعمل فاست تراك، مثلا ادرس وات اف اناليسيس، اعمل استيميتنج، مثلا هقص بعض الانشطه، هعمل ضغط الاسكادول، مثلا ممكن اخفض التاثير، مثلا هعمل كده، هضيف مثلا موارد، وهكذا كل الحاجات دي. بعد ما ايدنتيفاي اوبشن بقى هعمل ايه؟ جيت ذا تشينج ريكويست ابروفد انترنالي، يعني ايه؟ الموافقه على طلب التغيير داخليا اولا، عن طريق الـ طبعا الـ لو انا مدير المشروع، او عن طريق السي سي بي، او هقابل السبونسر، هعرض مثلا الامر عليه، هوريله التقرير بتاعي، الريبورت اللي انا عملته، تاثير التغيير كده، وبعدين اطلع بره بقى، اروح بقى ايه للكاستمر. تمام؟ يبقى اول حاجه هايفالويت، ثاني حاجه هدرس البدائل، ثالث حاجه عشان دي بتيجي عليها اسئله كتير جدا، واللي هيحل الفاست تراك هيلاقي اسئله من كده، ومهمه جدا جدا يا جماعه. اول حاجه لازم اقيم، ادرس البدائل، تمام؟ لان انا بعد ما قيمت طبعا الموضوع ابتدى يتضح لي، مثلا اهو مطلوب مني مثلا ريكواير 20,000 اديشنال فاندنج، هشوف هتصرف معاه ازاي، ادرس البدائل، وبعدين اخد الريبورت بتاعي والبدائل بتاعتي، ان انا راجل برو اكتف، وبدائل ووسائل مش فارقه. جيت ريكويست ابروفد انترنالي، بروح بقى داخليا، وبعدين اروح للعميل. خلاص؟ يبقى انا لو جالك في السؤال، مثلا ان انت مثلا بيحكي لك موقف، مثلا بيقول لك ايه؟ فانكشنال مانجر وونت تو ميك تشينج تو بروجكت، ماشي؟ and then you evaluated the impact and you identified مثلا option، عملت اي حاجه، what is the first thing to do مثلا؟ to go to the sponsor ولا go to the customer؟ طبعا البدايه يبقى internally، خلي بالك من الحكايه دي. فخلي بالك بقى هنا، تمام؟ لو التقييم بتاع التأثير حصل، يبقى ايه؟ الفيرست ثينج تو ايدنتيفاي، تبحث عن بدائل. لو انت في البدايه يبقى ايفالويت. لو عملت تقييم وعملت ايدنتيفاي اوبشن، يبقى خلاص، يبقى تقابل السبونسر او تقابل السي سي بي، واخر حاجه طبعا الكاستمر. خلاص؟ طيب ايه الخطوات المفصله؟ الخطوات المفصله لعمل التشينج. اول حاجه طبعا ده الطبيعي بتاعك، ان انت تبريفنت الروت كوز اوف تشينجز، ان انت ايه يعني تبتدي تخطط كما يجب من البدايه. لازم تحط عينك على المشاكل المختلفه، فايه دي معناها اللي هي ايه؟ برو اكتف، يعني تبقى استباقي لمنع الحاجه للتغيير. طيب حصل تغيير، تبتدي تحدده، ايدنتيفاي تشينج. خلاص؟ فممكن تحديد التغيير ممكن يجي من البروجكت مانجر، ممكن يجي من السبونسر، التيم، المانجمنت، العميل، اصحاب المصالح،
فلازم تبحث عن التغييرات من كل المصادر، لأن اكتشاف التغيير مبكرا يخفض من تأثيره. ماشي، decrease the impact of the change. خلاص حددت التغيير، تشوف بقى ايه تأثيره داخل النولج اريا بتاعته ازاي. يعني مثلا لو سكوب اتغير هيؤثر ازاي في باقي السكوب بتاع المشروع. سكوب مثلا بتاع حاجه اتغير هيأثر ازاي في السكوب. لو التايم اتغير هيأثر ازاي في باقي السكادول بتاع المشروع. ده داخل المنطقه بتاعته. خلاص، وبعدين تعمل change request. ماشي، خلاص تكريت بقى، تعمل تكريت change request. دي رقم 4. وبعدين تعمل بقى الحاجات اللي فاتت، تعمل الحاجات اللي فاتت كلها اللي هي ايه، تبرفورم انتجريتد تشينج كنترول، تعمل ايه، تاسس التشينج، تقيم اللي هي مراحل عمليه البي اي سي سي، تاسس التشينج، تقيم التغيير. تمام، لو مثلا هناك لو فاكرين خلال مثلا لو في تغيير خلال التشارتر، يعني خلال حدود التشارتر انا بقدر اتعامل معاه زي مكتوب هنا. انما لو خارج حدود التشارتر ف يعني بعتبره مشروع جديد. زي ما كنا قلناها قبل كده، لو تغيير مفيد للمشروع هل احتاجه؟ ابتدي اقيم بقى. لو غير مفيد ولا نحتاجه ابتدي ارفضه. لو في مثلا تغيير له ريزيرف او له احتياطي يبقى ده انا عارفه اصلا موجود في الايدنتيفايد ريسك، لازم اتعامل معاه في جهود اداره المخاطر وليس في البي اي سي سي. خلي بالك من الحته دي، خلي بالك من الحته دي. ماشي، لو في تغيير وانا اصلا عارفه ابتدي اتعامل معاه لان هو ليه احتياطي وكده، فابتدي اتعامل معاه كجزء من الريسك مانجمنت ايفورت مش تحت البرفورم انتجريتد تشينج كنترول. ابتدي ابحث عن بدائل بقى زي اللي فات بالظبط، ابتدي بقى ابحث عن حلول اختيارات لتقليل مخاطر التغيير. مثلا اعمل كراشنج، اشوف مثلا تغيير طريقه تنفيذ العمل، اضبط الجوده، اقاتل السكوب ولا. بعدين اعمل ايه، ارفضه بقى او اقبله. تمام، البي ام طبعا بياخد قرارات لا تخص البيز لاينز، لا تخص الخطط بتاعتنا. انما الحاجات الثانيه طبعا لازم السي سي بي او التشينج كنترول بورد، وبعدين اوديها بعد الابروف تشينج اوديها للدايركت اند مانجر. خلاص بقى التغيير ده يا اما اتقبل يا اما اترفض، ابتدي يعني اعمل ابديت بقى للستاتس بتاعته في التشينج لوج. اكتب مثلا ده اترفض، ده اتقبل، سبب الرفض كده، سبب القبول مثلا كده، انا وديته كده، وهكذا. وبعدين بعد ما كتبت سبب التغيير ابتدي التغيير نفسه بقى ابديت او ادجاست التغيير نفسه. التغيير مثلا بيغير في البروجكت مانجمنت بلان اغيرها، بيغير في الدوكيمنت اغيرها، بيغير في البيز لاين اغيرها. يعني ايه، يعني لازم بقى ارجع تاني للبلاننج احط التغيير ده اللي ممكن يكون مثلا بيغير، او يعني اشوف تغيير التاثير ده ولا حاجه ممكن يعدل المستند، ممكن يغير لخطه، كل الحاجات دي ارجع بقى اغير في الحاجات الاساسيه. ابعت برضو المانج ستيك هولدر، يعني بدير الاكسبكتيشن بتاعت اصحاب المصالح. جزء ده طبعا من الكونفجريشن مانجمنت، ابعت لهم ابعت لهم نتيجه التغيير، اعمل فيرجن كنترول طبعا على الخطط، على اساس ابعت لهم الخطط اللي انا عملتها. يعني انا هنا عديت البروجكت دوكيمنت، ابعت لهم اخر فيرجن، ابعت لهم اخر فيرجن من كل حاجه. طبعا بيقول لك هنا اهي عشان اعرف ان كله على سيم بروجكت دوكيومنتيشن. بعد ما اخلص بقى ابتدي ادير المشروع طبقا لريفايزد بروجكت مانجمنت بلان وبروجكت دوكيومنت. فهي دي الديتيلد، الخطوات الديتيلد. انما الاولانيه هي اهم واحده، اللي هي دي ان انا بعمل ايفالويت، اهم واحده دي اهم منها، دي مهمه طبعا انما الاولانيه اهم منها. في شويه
في شوية يعني، أو هو بس تأثير كده أو سؤال كده موجود، فبيقول لك لو العميل مثلا طلب منك تغيير السكوب ولا حاجة، فتعمل إيه؟ تبتدي بقى يعني تتأكد إن يعني إنك عارف السكوب وإيه الضروري، تتأكد إن كل البيانات المطلوبة موجودة عشان الطلب يكون شامل. تبتدي تقيم التغيير، هل هناك احتياطي موجود ليه ولا لا؟ لو في احتياطي قلنا هنتعامل مع الريسك مانجمنت، لو ما فيش احتياطي زي ما قلنا. وتشوف نتائج التغيير، تشوف الاوبشنز، وبعدين ابعته للسي سي في. السي سي في دي كنا اتكلمنا عنها في الريتا، عمليه البرفورم انتجريتد تشينج كنترول تبدا من البدايه للنهايه وهكذا. ازاي همنع التغيير قبل ما ابدا بيه التخطيط الجيد بتاعي؟ لازم احط عيني على اي مشاكل محتمله، مسؤوليتها النهائيه على مدير المشروع. طيب السي سي بي برضه زي ما قلنا اتكلمنا عنها، ايه الفرق بين الكونفجريشن كنترول والتشينج كنترول؟ الكونفجريشن زي ما قلنا بتركز على الدوكيمنت، التسليمات، العمليات، انما التشينج كنترول بتركز على ايه؟ تركزك على يعني زي ما قلنا الكونفجريشن كنا اتكلمنا فيها، التشينج بقى بتركز على تحديد، توثيق، الموافقه على التغييرات، رفض التغييرات الخاصه باي مستند ودوكيمنت، انما الثانيه ايه يعني الخصائص بتاعت التسليمات، بتاعت الدوكيمنت، بتاعت الحاجات دي، لازم الكونفجريشن كنترول الناس كلها تبقى معاها نفس الفيرجن، نفس الحاجه تروح للناس كلها، انما هنا خاصة بالتغيير على الحاجات دي، على الدوكيمنت، قبولها، رفضها، الحاجات دي كلها. في كونفجريشن مانجمنت اكتيفيتي، او ازاي بدير الكونفجريشن بتاع المشروع، فلازم احدد، او كونفجريشن ايدنتيفيكيشن، ابتدي احدد اختار الايتم اللي هعمل لها كونفجريشن، ابتدي اعمل اكونتنج، اسجل بقى، اعمل ريبورتات بالمعلومات بتاعتي او كونفجريشن ستيتس اكونتنج. في الاخر خالص ابتدي بقى ايه، اعمل اوديت او اتاكد ان الايتم صحيح، التغييرات اللي حصلت موجوده معتمده، متابعتها، الناس كلها فاهمينها، واصله للناس كلها ولا لا. الانبوتس طبعا هنجري عليها بقى، لان احنا كل ده يمكن متكرر. بتخش معانا بروجكت مانجمنت بلان، بتخش ورك بيرفورمانس ريبورت، تشينج ريكويست، الاصول الشركه وبيئه الشركه، لازم كل دول يخشوا معانا. التولز اند تكنيكس طبعا، اكسبرت جادجمنت معروفه، الميتنج، تشينج كنترول تولز بقى هي دي اللي احنا هنتكلم فيها. دي ايه تشينج كنترول تولز؟ عشان حاجات بتسهل لي او بتفاسيليتيت الكونفجريشن اند تشينج مانجمنت، بتسهل لي الحاجات دي عشان اعرف ادير التغيير، ادير الطلبات، الحاجات دي كلها. طبعا دي تولز موجوده في الشركه، اوتوميتد تولز مثلا، سوفت وير، مستندات، اي حاجه عندي هي دي تشينج كنترول تولز، حاجات بتخليني اعرف اتحكم في التغيير. ما فيهاش اي مشاكل. الاوتبوتس دخلت انا عمليه البرفورم انتجريتد تشينج كنترول، وافقت عليها تبقى ابروفد تشينج ريكويست. طبعا اي حاجه لازم تكتب في التشينج لوج، توثيق كل شيء عن التغييرات، تأثيرها برضو على المشروع، على الكوست، على الريسك، الحاجات دي كلها لازم ابعتها لاصحاب المصالح وهكذا. برضو الريجكتد لازم تسجل في التشينج لوج، اي تعديلات على خطط اداره المشروع، على البروجكت دوكيمنت ابديت برضو لازم تدخل معانا. في النهايه خالص بقى بعمل كلوز بروجكت او كلوز فيز، دي فيها بقى ايه، جهود انهاء جميع انشطه المشروع عشان نفورمالي، خلاص بقى نفورمالي نغلق المشروع او نغلق المرحله. اهم حاجه هنا ليه دي، ان هي بتديني دروس مستفاده، بعمل ريليس للريسورسز، خلاص تسريح للعماله اللي انا خلاص اللي خلصوا، فورمال اندنج، خلاص نهايه رسميه. طبعا غلق المشروع او المرحله هو جزء من البروجكت كلوزنج. ما ننساش ان دي تقاطع البروسيس جروب بتاعت الكلوزنج مع الانتجريشن.
بيتبقى لي طبعا جزء هنا هو البروكيورمنت، لازم اغلق بقى البروكيورمنت وما انساش بيبقى موجود تحت خالص، بنهي بقى اي مطالبات مفتوحه، بعمل بروكيورمنت اوديت، بعمل فورمال اكسبتنس للحاجات بتاعت البروكيورمنت. طيب دور مدير المشروع في دور مدير المشروع في الغلق المشروع او غلق المرحله. هو هنا يا جماعه لازم يحصل على قبول رسمي للتسليمات للمشروع، بيبقى عندي فاينل ريبورت لازم البروجكت مانجر يعمله، لازم اظهر ان المشروع بتاعي ناجح، لازم اعمل الدروس المستفاده او فاينل بقى، لان انا طول المشروع عمال بطلع في دروس مستفاده، انما هنا بعمل عليها اللمسات النهائيه او الفاينل ليسن ليرند، بعمل اندكس، بعمل ارشيف لكل الريكورد بتاعت المشروع. ما ننساش ان انت لازم تغلق المشروع بغض النظر عن اي ظروف، يعني لو انت عندك البروجكت ترمينيتد برضو لازم تغلق المشروع، ما ننساش من الحته دي. طيب ايه انواع او الجهود او الايفورت بتاعت الكلوزنج؟ زي ما قلنا بيبقى عندي غلق مالي فاينانشال، ادي الدفعات الاخيره، اعمل مثلا كوست ريكورد، الحاجات دي كلها، بيبقى عندي غلق قانوني، غلق ليجل، اي كليمز لسه، اي مطالبات، الحاجات دي، غلق اداري ادمنستريتيف ايفورت. طيب ايه الانشطه بقى، الانشطه بتاعت الكلوزنج ان شاء الله، ان شاء الله يعني ما فيش مشاكل بدا برضه، لان احنا المحاضره طويله جدا. ايه الفرق بين الكلوز بروجكت والفاليديت اسكوب؟ دي مهمه وبتيجي في الامتحان كتير. مع غلق المشروع بحصل على القبول النهائي الرسمي للمشروع بالكامل او المرحله بالكامل، انما الفاليديت سكوب لو فاكرين بعمل قبول رسمي على التسليمات المرحليه او انترن ديليفرابلز، بعمل تسليم مثلا، بعمل قبول وبديله مثلا، بقول له خد الدور ده استلمه، خد مثلا مجموعه المكن دي استلمها، استلمني مثلا المبنى مثلا ده كجزء من المشروع. انما الغلق الكلوز بروجكت بحصل على يعني قبول نهائي رسمي للمشروع بالكامل او المرحله بالكامل. الجزء ده برضه ان شاء الله ما فيهوش مشاكل، هنتكلم عنه بعدين. كيف تقوم انت بالغلق الصحيح؟ برضه لو رجعناها كده بسرعه، يعني لازم بقى تاخد كل المعلومات اللي حصلت في المراحل السابقه، لازم تراجع كل اللي حصل قبل كده، لازم تاكد ان الشغل كله خلص، ان المشروع حقق اهدافه، هو ده الكوريكت كلوجر. لازم تبص على السكوب ديزلاين، لازم يبقى معاك عند الغلق كجزء يعني من فتره اداره المشروع الكليه، عشان طبعا لان انت بتقيس السكوب بتاع المشروع كله، فعشان تتاكد من الغلق تم حسب خطه اداره المشروع، دي اهميه السكوب ديزلاين وانت بتقيس. طيب لو حصل ترمينيشن ايه اللي بيزيد على الكلوجر؟ زي ما قلنا لازم تعمل كلوز بروجكت لو حصل ترمينيشن، فلازم تعمل فحص ولازم تكتب الاسباب اللي خلتنا ننهي المشروع قبل ميعاده، ده مهم جدا. بما في بعض التسليمات اللي هي مثلا الخلصانه لازم اديها لحد تاني قبل ما امشي. طيب الانبوتس ايه في عمليه الكلوز؟ طبعا انا بغلق زي ما قلنا البروجكت مانجمنت بلان، اكسبتد ديليفربل، دي انا دي خدتها من المراحل اللي قبل كده، accepted deliverables. تأتي من عملية الفاليديت سكوب لو فاكرين، باخدها من عملية الفاليديت سكوب اللي هو قبلها، ببتدي أجمعها وأديها له في النهاية عشان أقفل المشروع أو أقفل المرحلة خالص. الأصول الشركة، عندي أي إجراءات للغلق، أي متطلبات، أي معلومات تاريخية، أي دروس مستفادة، الحاجات دي كلها بتنفعني. طيب تولز وتكنيك، بحتاج خبرة الناس بتنفعني برضو. اناليتيكال تكنيك زيها زي اللي فات، ولكن هنا واخد منها اتنين بس، ريجريشن اناليسيس وترند، على اساس ايه؟ ان انت في النهايه، فالحاجات التانيه يمكن مش محتاجها، ان انت بتقفل الترند اناليسيس، قلنا ان انت بتشوف على مدى الزمن، عشان كده انت في النهايه انت بتحلل الداتا بتاعتك اللي المشروع طلعها لك عشان تستفيد في المشاريع يعني المستقبله، عشان تدي اقتراحات. الترند اناليسيس خاصه بالزمن، تفحص الداتا كلها
على مدار المشروع. الميتنج بارد بتعمل ميتنج سواء الغلق مع العميل، مع الراجل اللي هيستلم منك، مع الناس بتوعك، الناس بتوعك عشان تجمع الدروس المستفاده ولا الاوتبوتس بتاعتنا بقى خلاص الفاينل برودكت او سيرفيس او ريزلت، خلاص بتدي له بقى الناتج كله، بتدي له المشروع كله، بتنقل الناتج للعميل. دي الحاجه النهائيه، بتدي له ايه بقى الحاجه كلها مع بعض. بتحدث اصول الشركه بقى، البروجكت فايل تتحدث، البروجكت اند فيز كلوزر دوكيمنت، الحاجات دي برضو بتديها، بتحدث اصول الشركه، المعلومات التاريخيه ولا حاجه، كل الحاجات دي. فالجزء ده طبعا هنا عندك بروجكت او فيس كلوجر دوكيمنت، بيطلع لك بقى الفورمان دوكيومنتيشن، حاجات يعني كل دي بتحدث بقى اصول الشركه، يعني المستندات. على المهم خلاص يا جماعه، ان شاء الله ما فيهاش مشاكل يعني، خلاص لو في عندك كونتراكت بتاع مش عارف ايه. فاحنا كده خلاص الحمد لله رب العالمين خلصنا الانتجريشن. الانتجريشن مش يعني مش صعب ان شاء الله. الحاجات المهمه انا كنت ركزت لكم عليها ماشي. لازم تعرف لو رجعنا كده شويه، لا الكورس ان شاء الله المحاضره الجايه فاضل بروفيشنال ريسبونسابيلتي بس، دي اخر حاجه. لازم تعرف ان البروجكت مانجر ممكن يعمل الشارتر، لازم تناقش السبونسر داخليا قبل ما تروح للعميل. لما يقول لك مثلا لو في جالك افتر ورك كومبليت يبقى ده كلوزنج، خلي بالك من الحكايه دي. كذلك في الاسئله الكبيره حاول تقرا الاختيارات اولا ماشي. النولج اريا لو سمحت ليه اللي تبدا برقم 4 مش فاهم، على اساس ده شابتر 4. ان شاء الله المره الجايه اخر محاضره معانا ان شاء الله محاضره يوم الثلاث، هنتكلم عن المسؤوليه المهنيه بروفيشنال ريسبونسبيلتي. التعريفات موجوده هتلاقيها في الاخر، في الاخر في البين بوك، ما فيهاش ان شاء الله ما فيهاش مشاكل. تعريفات مهمه يا جماعه برضو يا ريت تقروها. ان شاء الله برضو المره الجايه هكلمكم عن الامتحان. خلاص يلا، صباح على خير، السلام عليكم ورحمه الله.